يسعد صباحكم مشاهدينا الأعزاء. إنه صباح ليس كغيره من الصباحات، صباح طلقت فيه الآمال وتحققت فيه الطموحات، مسيرة بدأتها المرأة الإماراتية منذ عقود مضت، فكانت الوزيرة والقاضية، الطبيبة والممرضة، المهندسة والمعلمة، القائدة ورائدة الفضاء. ففي كل عام من يوم 28 أغسطس يتم الاحتفال بيوم المرأة الإماراتية الذي أطلقته سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة أم الإمارات، من باب حرصها الدائم وحرص سموها على تمكين وإلهام المرأة الإماراتية لتتشارك بفعالية في كافة المجالات وتعزز دورها العظيم في بناء أجيال المستقبل. في هذا اليوم لا يسعنا سوى أن نقول شكرا أمنا فاطمة، شكرا أم الإمارات، شكرا أيتها الراعية والداعم الأول، شكرا يا من أخذت بيد المرأة الإماراتية نحو العلياء. نتشارك للغد هو شعار هذا العام ليوم المرأة الإماراتية، واللي جاء تماشيا مع شعار دولة الإمارات العربية المتحدة لعام 2023 الذي أطلقه سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل هيان رئيس الدولة حفظه الله عاما للاستدامة تحت شعار اليوم للغد. يأتي احتفال دولة الإمارات العربية المتحدة بيوم المرأة الإماراتية تعزيزاً لجهودها ومكانتها الغالية في دولة الإمارات. أحب أشكر أم الإمارات الشيخة فاطمة بنت مبارك على تمجيد وتحديد يوم للمرأة الإماراتية وثقتها بأن المرأة الإماراتية مرأة مستثناة دوماً. أقول للمرأة الإماراتية عزيزتي المرأة، استمري بالعطاء واخدمي دولة الإمارات بشكل فعال، وكوني قدوة حسنة لأسرتك، لأنك تحت أيدي أمينة وتحظي حكومتنا الرشيدة. المرأة أساس المجتمع، كل عام المرأة الإماراتية مصدر الأخر لنا بلادنا. أكيد مشاهدينا حظيت المرأة أكيد بالدعم الكافي والتحفيز من الشيخة فاطمة بنت مبارك أم الإمارات في كافة المجالات والقطاعات، وكان أكيد للمرأة الإماراتية الدور الفعال في مختلف القطاعات داخل الدولة بسبب هذا الدعم وهذا التحفيز الدائم. أثبتت بالفعل المرأة الإماراتية أنها قادرة أن تكون قائدة، أم، معلمة وتربوية، أكيد تخوض في العديد من المجالات، أكيد متواجدة في العديد من القطاعات داخل الدولة. بالفعل إنها هي المرأة الإماراتية الناجحة التي حظيت بالدعم الكافي، التي حظيت بالمشاركة في العديد من القطاعات بفضل هذا الدعم. مشاهدينا خلينا نستعرض معاكم أكيد هذا التقرير المتمثل في الدعم الدائم للمرأة الإماراتية. لقد خطت المرأة العاملة في بلادنا خطوات سريعة ووافقة بكل المقاييس والمعايير، ومن المؤكد أنها حققت الكثير من الطموحات والآمال، لكن ليس كل الطموحات ولا كل الآمال، فما زالت أمامها مجالات كثيرة لم تطرقها. هكذا أكدت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك أم الإمارات رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة والرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية في دولة الإمارات العربية المتحدة على أهمية دور المرأة الإماراتية في المجتمع. ومن هذا المنطلق في 27 من شهر أغسطس عام 1975 تم إنشاء الاتحاد النسائي العام برئاسة سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك ليمثل نقلة نوعية كبيرة في مسيرة الارتقاء بالمرأة الإماراتية
ويكون بمثابة الآلية الوطنية المعنية بتمكين وريادة المرأة في دولة الإمارات العربية المتحدة، والمظلة التي تدعم حركات الجهود النسائية وتوجهها لخدمة قضايا وشؤون المرأة. توالت إنجازات الاتحاد النسائي العام عاما تلو الآخر منذ تأسيسه استكمالا لمسيرة ريادة دولة الإمارات العربية المتحدة على المستويات كافة، حيث حققت خلال النصف الأول من عام 2023 نجاحات وإنجازات في ملف دعم وتمكين المرأة بجميع المجالات والقطاعات، والذي أعلن إطلاق شعار يوم المرأة الإماراتية لعام 2023 ليكون نتشارك للغد، بتوجيهات سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك أم الإمارات، تماشيا مع شعار دولة الإمارات العربية المتحدة لعام 2023. عام الاستدامة الذي أطلقه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، وهو اليوم للغد. وعكس تنظيم الاتحاد النسائي العام القمة العالمية للمرأة 2023 رسالة ورؤية القيادة الرشيدة لدولة الإمارات العربية المتحدة بشأن النهوض بالمرأة وتمكينها الذي يعد من الأولويات الحيوية للوطن. بذل الاتحاد جهودا واضحة في مجال تمكين وتأهيل المرأة الإماراتية للمشاركة السياسية من خلال تنظيم المؤتمرات والندوات المتخصصة في هذا المجال، وجسد برنامج أطلق الذي ينظمه الاتحاد النسائي العام وبوابة المقطع التابعة لمجموعة موانئ أبو ظبي الحراك الاستباقي لدولة الإمارات العربية المتحدة لتعزيز حضور المرأة ورفع مكانتها في العمل التقني المرتبط بالمشاريع الاستراتيجية. كما يسعى الاتحاد النسائي العام لتمكين رائدات الأعمال وصاحبات المشاريع الصغيرة والمتوسطة من تنمية مشاريع أعمالهن وتوفير الخبرات اللازمة والدعم الفني والإداري لهن من خلال إطلاق العديد من المبادرات النوعية وإقامة الكثير من المعارض، إذ أطلق الاتحاد في النصف الأول من عام 2023 النسخة الثانية من معرض تجوري بمشاركة علامات تجارية من مشاريع الشباب الوطنية المتنوعة في سبيل تعزيز مشاركتهن الفاعلة في القطاع الاقتصادي. وانطلاقا من إيمانه بأن الصنع الإماراتي جزء مهم من الهوية الوطنية وبأنه إرث امتد من الأجداد إلى الأسلاف، سعى الاتحاد النسائي العام للمساهمة في تعزيزه لدى الناشئة من خلال استضافة طلبة المدارس في مقره، إذا استضاف طلاب مدرسة الإمارات في مكتبة فاطمة بنت مبارك. كما أطلق الاتحاد حملة سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك الإنسانية العالمية لعلاج المرأة والطفل تحت شعار كلنا أمنا فاطمة، وتهدف هذه الحملة إلى التخفيف من معاناة النساء والأطفال في عدة دول ضمن إطار تطوعي وتحت مظلة إنسانية بهدف تقديم أفضل الخدمات التشخيصية والعلاجية والوقائية للمرأة والطفل. مثل الاتحاد دولة الإمارات العربية المتحدة في العديد من الفعاليات والاجتماعات والمؤتمرات الدولية، ويستمر الاتحاد في غرس رؤيته لتعزيز دور المرأة الريادية وتحقيق مؤشرات عالمية في مختلف المجالات. بالفعل شكرا أم الإمارات، شكرا أمنا فاطمة على كل الدعم اللي قدمتي للمرأة الإماراتية، بالتالي استطاعت المرأة الإماراتية تحقيق التميز في مختلف الميادين والقطاعات وتطويع التكنولوجيا الذكية بما يخدم الفرد والمجتمع، وبالتحديد في إمارة الفجيرة لها العديد ولدينا العديد من الشخصيات النسائية البارزة والناجحة في القطاع الصحي. ضيفتنا لليوم صنعت لنفسها بصمة رائدة ومشرفة في المجال الأكاديمي والصحي، وحققت بعد العديد من الإنجازات في العديد من القطاعات الحكومية. أرحب معاكم بالدكتورة عائشة الصريدي رئيس قسم المكتب التمثيلي لإمارة الفجيرة لوزارة الصحة ووقاية المجتمع، عضو مجلس أمناء جائزة الفجيرة للتميز، وعضو مجلس إدارة جمعية الإمارات للمرشدات. صبحك الله بالخير دكتورة عائشة ونورتينا، وكل عام وانت بخير.
وانت بخير وصحة والسلامة. جزاك الله خير اختي زينب، وشكرا جزيلا على هذه الاستضافة، وصباحكم خير وسعادة يا رب. صباحك خير. واكيد يعني دكتورة احنا اللي شاكرين لك تواجدك معنا اليوم، يعني ما شاء الله عليك دكتورة عايشة من مجال إدارة الأعمال إلى المجال والقطاع الصحي والطبي، شو السبب؟ نعم يا طويلة العمر اختي زينب، يمكن هذا كان بعد الثانوية العامة التخصص اللي تخصصته كان في مجال الإدارة، لكن عملي في وزارة الصحة هو اللي دفعني أني أتخصص في هذا المجال، وبخاصة أني كنت في قسم الاستراتيجية وكنت في قسم التميز، كان يتطلب منا أن نطلع على تقارير منظمة الصحة العالمية، نطلع على الأنظمة الصحية على مستوى العالم. هذا الشيء دفعني أني أدرس ماجستير في الإدارة الصحية، ومن ثم أستكمل دراستي، وبخاصة أني أنا يعني عندي شغف في مجال البحوث الصحية وحابة أني أكمل في هذا المجال، هذا الشيء اللي دفعني. حلو، يعني جميل جدا هو انتقالك أو تواجدك في المجال الصحي والطبي دكتور عايشة خلاتك بالفعل يكون عندك الحافز والداعم أن أنت تكملين دراستك في هذا المجال. لو نتكلم أيضا ما شاء الله على مشاركاتك في العديد من المبادرات والبرامج الخاصة بالتثقيف الصحي، كلمين عن أهم هذه المشاركات وشو كانت أهدافك من المشاركة دكتور عايشة في مثل هاي البرامج؟ اختي زينب، يمكن في الآونة الأخيرة توجهات الدولة تم تغيير اسم وزارة الصحة، كانت وزارة الصحة صارت وزارة الصحة صحيح. ووقاية المجتمع، فاليوم الوقاية تلعب دور جدا مهم، وفي عملية الوقاية المجتمع شريك ويانا في العملية الصحية، بالتالي نحن يا طويلة عمر نسعى خلال وزارة الصحة لتعزيز التثقيف الصحي. كانت آخر المشاريع يمكن اللي اشتغلنا عليها كان بالتنسيق مع المسرعات الحكومية ونشر الوعي حول برنامج الوطني للتبرع بالأعضاء بعد الوفاة، اشتغلنا عليه كمشروع على مستوى إمارة الفجيرة في إن شاء الله ننشر الوعي على مستوى إمارة الفجيرة حول هذه الكونسبت الجديدة على مجتمع دولة الإمارات، والله الحمد لله نحن حققنا مستهدفنا خلال الميت يوم. دكتورة عائشة كانت هذه المبادرات محلية ودولية صحيح؟ يعني مش فقط داخل دولة الإمارات، كانت مشاركات أخرى خارج الدولة صحيح؟ بما يخص التثقيف الصحي وهذه المبادرات، ولا فقط كانت مبادراتك داخل الدولة؟ اختي زينب، يمكن كشغلنا في وزارة شغلي في وزارة الصحة كان في قسم الاستراتيجية وفي قسم التميز المؤسسي والجودة. مشاركاتي تكون على مستوى يعني المؤتمرات العالمية في مجال الجودة، كنت أعرض أوراق عمل، كنت أعرض تجربتنا في دولة الإمارات خلال هذه المؤتمرات. بالإضافة لبعض مشاركاتي كانت نتيجة دوري في جمعية الإمارات المرشدات، كنا نمثل الدولة في بعض المؤتمرات العالمية المختصة بهذا المجال. نعم. أكيد مسؤولية كبيرة دكتورة عائشة، وبالتالي شو المسؤولية اليوم اللي تشوفينها على عاتقك وعاتق المرأة الإماراتية بما يخص نقول التطورات المستقبلية واستشراف المستقبل بما يخص القطاع الصحي وبعد القطاع الطبي؟ نعم يا طويلة عمري، يمكن نحن تجربتنا كانت رايدة خلال أزمة كوفيد، ولله الحمد نظام فعلاً نظامنا الصحي ظهر وبرز دور المتميز على مستوى العالم، وطبعا ما ننسى بعض وزراء الصحة اللي أعلنوا عبر وسائل الإعلام انهيار الأنظمة الصحية في دولهم. نحن ولله الحمد كانت تجربتنا جدا ناجحة، وكانت بتضافر جهود جميع القطاعات على مستوى الدولة، بداية من قيادتنا الله يحفظهم يوم ظهروا في الإعلام وبدوا يطمنوا الناس أن الوضع جدا under control والأمور كلها طيبة. فالحمد لله تجربتنا هذه بأن نحن وقيادتنا وجهاتنا كلها متعاونة للتصدي لأي تحدي يواجهنا. صحيح، كانت تجربة مثالية، وكانت دولة الإمارات ولله الحمد دكتور عائشة نفس ما ذكرتي نموذج يحتذى به في كل دول العالم، والناس بالفعل تفاجأت ولله الحمد كيف دولة الإمارات قدرت تواجه مثل يمكن نقول مثل هذا الشيء أو مثل هاي الجائحة بالفعل اللي كانت دولة الإمارات هي نموذج الكل حاب يصير مثلها. لو نتكلم عن دوركم كأعضاء في مجلس أمناء جائزة الفجيرة للتميز اللي تدعم نقول التميز الحكومي الإدارات الحكومية داخل الإمارة، شو أهم أهدافكم دكتورة عائشة؟ شكراً أختي زينب. اليوم ولله الحمد يعني بدأ يعني قبل لا أبدأ يعني أشكر والدي صاحب السمو الشيخ حمد على ثقته الكريمة فيني وسمو ولي العهد أني أكون عضو مجلس أمناء في جائزة الفجيرة، وخطوة جدا متميزة على مستوى إمارة الفجيرة. نحن ولله الحمد على مستوى دولة الإمارات تميز عندنا من أكثر من 20 سنة، وكان بادي طبعا بقطاع الأعمال من متمثل في
دائرة من التنمية الاقتصادية دبي وبوظبي، ومن ثم الشيخ محمد بن راشد الله يحفظه استحدثه في الجهات الاتحادية عبر جائزة الشيخ خليفة التميز الحكومي. وكنا لفترة اختي زينب بنعتمد على النموذج الأوروبي للتميز، لكن حاليا عندنا نموذج إماراتي. نحن اليوم هذا النموذج الإماراتي نطبقه في جوائزنا التميز على مستوى الدولة، ونروج له بعد خارج الدولة. عندنا شراكات استراتيجية مع بعض الدول الشريكة، نبغى ننقل تجربة حكومة دولة الإمارات لهذه الدول بحيث أنها تستفيد منها. وفعلا أول تطبيق له كان على المستوى العربي، متمثل في جائزة التميز العربي. وحاليا الحكومات المحلية هذا التوجه اللي عندها في أنها تتبنى النموذج الإماراتي للتميز وتطبقه على مستوى الحكومة المحلية. طبعا هذه الخطوة اللي خططها إمارة رفجيري في أنها تتبنى ممارسات التميز، كان الهدف منها تعزيز ثقافة التميز بين الجهات المختلفة على مستوى الإمارة وتعزيز الشراكات. ما شاء الله، يعني جميل جدا دكتورة عائشة. ما كان التركيز فقط إن على نقول بالشكل المحلي، أيضا نفس ما قلتي حبيتوا تنقلون فكرة التميز الحكومي، الأداء الحكومي المتميز في الجهات الحكومية داخل إمارة الفجيرة أو الدولة ككل أيضا إلى الخارج. لو نتكلم عن استقبال سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد إمارة الفجيرة حفظه الله، لما استقبلت لما حصلتي على الدكتوراه في الفلسفة في مكتب سموه في ديوان الأمير بإمارة الفجيرة، كلمينا عن هذه التجربة وكلمينا عن هذه الاستضافة. نعم، أنا أفخر أني حصلت على منحة من الدولة، وأي نجاح أنا وصلت له كان بدعم من الدولة، يمكن ولله الحمد على هذا الشيء أني أنا في دولة عظيمة ودولة تدعمني، وأرجع كل نجاحي لرب العالمين بداية ولدولتنا كنا موجودين في دولة الإمارات العربية المتحدة. استقبال سموه الله يحفظه هو يدعم الخريجين ويدعم جميع المواطنين على مستوى إمارة الفجيرة، حملت شهادات الدرجات العليا. كنت جدا سعيدة بهذا اللقاء، لأن يعني البحث اللي أنا كنت مركزة عليه كان يعكس ثقافة دولة الإمارات، وإني أنا اليوم كيف أشرك المريض. إحنا اليوم ما نطلق عليه مريض، نحن نطلق عليه متعامل، لأنه المريض يوميك أو هذه المفهوم القديم للمريض معناته أنه جاي لخبير وخبير ينصحه بالأمور اللي وهذا المتعارف عليه. لكن اليوم يا طويل العمر الشخص في بيته يكون عارف الأعراض اللي مرت عليه، قرأ عنها في اليوتيوب، بعد قرأ تفاصيل زيادة، وعقب يصير للطبيب. فاليوم يا طويل العمر نسميه متعامل وشريك ويانا في العملية الصحية، هو عنده باك جراوند يعني مسبق، عارف عن هذا المرض، عارف تفاصيله، وياي الطبيب بحيث انهم باثنيناتهم يتشاركون لما فيه مصلحة المريض فعلا. فكانت هذه الكونسبت الرئيسية، فولي صاحب السمو الشيخ محمد اثنى على هذه الكونسبت وقال نحن مهم اليوم عندنا ان نظهر بدراسات تعكس ثقافتنا المحليه اللي موجوده على مستوى دوله الامارات. ما شاء الله، فكنت جدا سعيده باللقاء مع سموه. اكيد، يعني اول ما ذكرت لك دكتوره عائشه عن اللقاء ما شاء الله يعني ابتسمتي على طول يعني بشكل مباشر، فما شاء الله نفس ما قلتي دائما الدعم الموجود من الحكومه من القياده الرشيده دائما يحفز المراه الاماراتيه بالفعل ان انا اقدر اكمل بعد البكالوريوس الماجستير، وبعد الماجستير ايضا تكمل الدكتوراه. لو نتكلم عن دوركم في جمعيه الامارات للمرشدات، شو هي اهداف هذه الجمعيه دكتوره عائشه، وشو الدور اللي تقومون به بالفعل يمكن لتشجيع فتيات الامارات وبنات الامارات انهم يتواجدون في مثل هذه الجمعيات؟ شكرا اختي زينب على هذا السؤال. ما ادري انت كنتي في الجيرز جايد ايام المدرسه ولا ما كنتي؟ مرشدات. انا كنت لاني وايد طالبه متفوقه فما كنت احب اشارك في انشطه، اي بس دراسه بس. يعطيك الصحه والعافيه. يمكن جمعيه المرشدات او اذا بنتكلم عن الحركه الارشاديه هي حركه قديمه جدا صح، وتعود الى اعقاب الحرب العالميه. كنا نسميها زهرات صح؟ إبراهيم راح على جيل. إذا كانوا أصغر زهرة، لا أول شيء برعم إذا كان في الروضة، تمام، وعقب زهرة عقب مرشدة. فنحن تمام. مثل التدرج يعني عندنا. فهذه من ضمن النشاطات المجتمعية اللي أنا أشارك فيها، وكان لي شرف في أني أكون في جمعية عضو مجلس إدارة جمعية مرشدات الإمارات. يمكن أنا بعد ما كانت عندي خلفية، فكوني في مجلس الإدارة سمح لي أني أطلع على بعض التجارب اللي موجودة. اليوم يا طويل العمر دولة الإمارات عضو في جمعية المرشدات العالمية، واللي هي جمعية
عالمية عريقة وفيها تقريبا أكثر من 123 دولة في الجمعية العالمية هاي، ونحن كدولة الإمارات عندنا عضوية كاملة في هذه الجمعية. الجمعية العالمية تعقد اجتماعات كل 3 سنوات، تغير في نظامها الأساسي، تطلع استراتيجيات لثلاث سنوات قادمة، تعرض تجارب الدول العالمية المختلفة. فنحن يا طويلة العمر في جمعية مرشدات الإمارات نشارك في هذه الملتقيات العالمية، بالإضافة لخططنا وبرامجنا داخل الدولة. يعني نحن نفخر في دولة الإمارات أن نحن تقريبا السنة اللي طافت استضفنا الاجتماع العربي للمرشدات، كانت فرصة جدا ثرية في أن نتعرف على التجارب اللي موجودة على مستوى الدول العربية. وقبل شهر تقريبا شاركنا في الاجتماع العالمي ممثلين دولة الإمارات، كان حضور الدكتورة هدى المطروشي مديرة الجمعية، ولله الحمد نحن بارزين دورنا على المستوى العالمي، وعندنا خطة استراتيجية لخمس سنوات قادمة مختصة ببرامج خاصة بالفئة اللي طريناها قبل شوية اللي هم البراعم والمرشدات والزهرات. ما شاء الله، يعني استشراف أكيد المستقبل لفتيات دولة الإمارات أن يكون جيل صاعد أكيد ويشاركون في مثل هذه الجمعيات وأيضا يحققون الأهداف من خلالكم. دكتورة عائشة، إن شاء الله راح تشاركين اليوم في الجلسة الحوارية اللي هي ملتقى يوم المرأة الإماراتية بتنظيم من مجلس الشباب بإمارة الفجيرة وبالتعاون مع بيت الفلسفة. كلمين عن أهمية وجود المرأة الإماراتية اللي لها العديد من الإنجازات، المرأة الملهمة اللي تكون متواجدة في مثل هذه الجلسات الحوارية. أختي زينب، مثل هذه الملتقيات تعزز الحوار بين الفتيات على مستوى، أنا مصرة بعدي على الفتيات لأني مرتبطة شوي بحركة المرشدات. يمكن يعني نفخر بأن تم تخصيص يوم للمرأة على مستوى الدولة. خلال هذا اليوم يتم تسليط الضوء على إنجازات المرأة الإماراتية والثناء على جهودها وعلى دورها البارز في المجتمع. فمثل هذه الملتقيات خلينا نسترجع الإنجازات اللي حققناها ونفتخر فيها، وتمدنا بالطاقة أن نستمر بنفس الروح للفيوتشر إن شاء الله. فعلياً. وأكيد مثل هالجلسات مهمة، يعني بيوم أو بعنوان ملتقى يوم المرأة الإماراتية إحنا راح يكون لنا أكيد أيضاً دكتور عائشة معاكم تغطية خاصة وتغطية مباشرة أكيد من هذا الملتقى اللي يحفى ويحتفل بيوم المرأة الإماراتية، راح يكرمونكم أكيد لإنجازاتكم ولأنكم سيدات ملهمات في مجتمع دولة الإمارات. شو يمثل لك هذا التكريم دكتورة عائشة؟ التكريم يسعد أي إنسان موجود ويدفع في أنه يبذل الأكثر، لأن دولتنا تستحق. أكيد. دولتنا تستحق كل ما هو متميز. صحيح. والحمد لله رب العالمين. وأنتم ما شاء الله عليكم، يعني دكتورة عائشة تواجدكم معنا اليوم هو فخر لنا وتحفيز لكل مرة إماراتية، حتى نفس ما ذكرتي البنات الصغار، البنات اللي بعدهم يدرسون في المدارس، هذا تحفيز لهم إن إحنا في يوم من الأيام دكتورة عائشة قدوتنا أو يعني الأستاذة الفلانية أو الدكتورة الفلانية قدوتنا، فبالتالي أنتم قدوة أكيد لأبناء وبنات هذا الوطن. أكيد شاكرين لك وجودك معنا دكتورة عائشة الصريدي، عضو مجلس في جمعية الإمارات للمرشدات وأيضا رئيس المكتب التمثيلي بإمارة الفجيرة لوزارة الصحة ووقاية المجتمع. شاكرين لك هذا الوجود الرائع، وكل عام وانت بخير مرة ثانية. وانت بخير وصحة وسلام، الله يحفظك. يعطيك العافية. شكراً. دكتورة، يعطيك العافية. مشاهدينا أكيد مستمرين في هذه التغطية المميزة، راح نستعرض معاكم أكثر إنجازات المرأة الإماراتية وأيضا إسهاماتها في كافة القطاعات والمجالات. فاصل سريع ونرجع لكم في هذه التغطية، انتظرونا. مشاهدينا أكيد مثل ما تعودنا هناك دائما الدعم الدائم والمستمر من قيادتنا الرشيدة وحكومتنا وأيضا شيوخنا الله يحفظهم، وأيضا سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل هيان رئيس الدولة حفظه الله ورعاه، قال إلى أم الإمارات: أخواتي أم أبنائي بناتي، إلى المرأة الإماراتية بنات زايد، أنتن الإشراق على وجه الوطن الذي تباركت كنا بمسيرته وبشارة تقدمه، ذخرنا في أوقات العطاء، حظنا في لحظات التفوق، دوركن أساس وطموحكن سماء،
كل عام وأنتن بعزكن وعز وطننا. أكيد نفخر دائما بالمرأة الإماراتية، دائما نفخر أكيد بوجود قيادتنا وحكومتنا الرشيدة بجانبنا جنبا إلى جنب. وأيضا مشاهدين، يعد القطاع الصحي دائما شاهد على الإنجازات اللي حققتها المرأة الإماراتية، وبالفعل استطاعت ابنة الإمارات الوصول إلى الريادة والتمكين بفضل دعم القيادة الرشيدة وما تملكه من مؤهلات وكفاءة، مكنتها بالفعل من منافسة نظيراتها في الدول المتقدمة عالميا. اليوم وياكم راح نتعرف على رائدة من رواد الكوادر الطبية الإماراتية، صنفت كأول طبيبة إماراتية تمارس جراحة الروبوت على مستوى الدولة. خلينا نشوف معاكم مزيد من التفاصيل في هذا التقرير. أنا أول طبيبة جراحة إماراتية تمارس جراحة الروبوت. أنا خريجة جامعة القاهرة القصر العيني سنة 1999، وأكملت دراستي الماجستير وتخصص في جامعة الملكة ميري بلندن سنة 2005، وهناك اكتشفت حبي وشغفي لجراحة المناظير. التحقت برنامج جراحات روبوتية سنة 2019 مستشفى القاسمي للنساء والولادة والأطفال. روبوت الجراحي عبارة عن هو روبوت بس عبد للجراح الطبيب، اللي هو يعرف كل خطوات الجراحة، يساعد الطبيب في إجراء العمليات الجراحية ولكن مو هو اللي يسوي العملية. فائدة الجراحة بالروبوت أن تكون عن طريق فتحات صغيرة في البطن، وبالتالي الألم بعد العملية يكون وايد قليل، وبالتالي الحرمة العاملة أو الأم ترجع إلى حياتها الطبيعية بصورة سلسة عقب العملية. أجرينا ليل الحين تقريبا حوالي أكثر من 350 عملية جراحية ناجحة. في المستقبل إن شاء الله بتكون هذه الجراحة تسويها عن بعد، بحيث أن الجراح يكون في منطقة ما من العالم، وعن طريق تقنيات الـ 5G ينقل هاي الحركة إلى المريض اللي هو يكون في بلد مختلف. تعلمت من الوالد والوالدة الالتزام والإخلاص. الوالدة دائما كانت مخلصة للوالد في جميع مراحل حياته، كانت هي المربية وكانت هي المعلمة، كانت هي كل شيء في البيت. والدتي رحمة الله عليها أنشأت جيل من المحامين الحمد لله والمحاسبين والأطباء. قالت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك حفظها الله: لقد كان زايد نعم الابن لخير أم. كانت بحزمها وحنانها الكبير وشخصيتها وحكمتها مثل أعلى في حياته، ولهذا فكان ثقته في المرأة بلا حدود، وكان يراها نصف المجتمع. كان زايد رحمة الله عليه عمل التعليم للمرأة إلزامي، عطاهم الحق أنه يسافرون ويتعسون ويدورون العلم والتعليم العالي في كذا دولة والخارج بدون أي حدود، بدون أي معوقات. أشكر سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك أم الإمارات على دعمها المتواصل للمرأة الإماراتية.
مشاهدينا من المجال الصحي والطبي إلى مجالات أخرى، وبالتحديد ضيفتنا لليوم حصدت ألقاب عديدة، المرأة الحديدية، ملكة المصممين، وعميدة مصممي الأزياء، وحلقت بالزي النسائي الإماراتي بالتحديد التقليدي إلى العالمية، نالت تكريمات وحصدت العديد من الجوائز، واستطاعت بعد أنها تصبح ملهمة للفتيات والشابات الإماراتيات، اختيرت كأفضل شخصية نسائية قيادية مؤثرة في العالم على مستوى آسيا والشرق الأوسط لتأثيرها القوي والفعال وقدرتها بالفعل أنها تغير النظرة للموضة في عام 2016. مشاهدينا، أكيد المرأة الإماراتية في أي مجال استطاعت أن تثبت حضورها، استطاعت أنها تثبت جدارتها، أن بالفعل تقدر تتميز، تقدر تبدع وتقدر تبتكر في كل المجالات، تقدر تبتكر أكيد من دولة الإمارات من المجال المحلي إلى العالمي، أيضا أنها توصل لكل دول العالم بالزي الإماراتي بالزي التقليدي، تنقل هذا التراث وهذه التقاليد وهذا الموروث الإماراتي من دولة الإمارات تحديدا إلى العالم أجمع. أكيد هنيئا لنا بهؤلاء السيدات الملهمات المنجزات اللي دائما تحتفل وتحفى بهم دولة الإمارات، وبالتحديد في يوم المرأة الإماراتية. خلينا نرحب معاكم بأول مصممة أزياء إماراتية المبدعة أكيد والمبتكرة، أستاذة منى المنصوري. صبحت الله بالخير أستاذة، وكل عام وانت بخير. يا حياكم الله، ويا مرحبا ويا مرحبتين. الله يحييك. شكرا لكم في هذا اللقاء لقناة الفجيرة. احنا اسعد يعني اكيد نرحب فيك ونقول لك كل عام وانت بخير بمناسبه يوم المراه الاماراتيه. رساله تهنئه حابه توجهينها المصممه العالميه الاماراتيه استاذه منى المنصوري لسمو الشيخه فاطمه بنت مبارك ام الامارات، رئيسه الاتحاد النسائي العام والرئيس الاعلى لمؤسسه التنميه الاسريه ورئيسه المجلس الاعلى للامومه والطفوله، فهاليوم على تشجيعها ورعايتها ودعمها الدائم والمستمر للمراه الاماراتيه، شو تحبي تقولي لها اليوم استاذه منى؟ أول شيء في هذا اليوم أحب أني أشكرها على الرسالة اللي جتنا على اليوم على تليفوناتنا، تهنئة منها وتهنئة بإنجازاتها، فكل الشكر والعرفان لأم الشيوخ وأم الإمارات اللي خصت والله يطول عمرها. آمين يا رب. نعم، اللي خصت المرأة الإماراتية بيوم يحتفى فيه العالم كله. يعني نحن اليوم المرأة الإماراتي، أنا جايتني من أمس من كازاخستان، من إيطاليا، من أسبانيا، يعني ما بي أنسى أحد من صديقاتي اللي هنؤوني بيوم المرأة الإماراتية. يعطيك العافية والعرفان. نعم أكيد. لسمو الشيخة فاطمة اللي خصصت يوم للمرأة الإماراتية. أكيد نحن محظوظين ومحظوظين فيك أستاذة منى. أستاذة منى، يعني ما شاء الله عليك، أول شيء كنتي كمهندسة في الصناعة النفطية الجيوفيزيائية، وبعدها انتقلتي لعالم الأزياء وحققتي بالفعل نجاح باهر والعديد من الإنجازات، شو سر هذا التحول الكبير؟ يعني مجال هندسة لين عالم الأزياء والموضة. هو ما في تحول، هو الشهادة شيء مهمة. صحيح. ثقافة للإنسان، الشهادة هذه سلاح لأي امرأة في أي ظرف من الظروف. أكيد. عملت في مجال البترول، ولكن أنا من الصغر كنت أحب مجال الأزياء، أحب الأقمشة، أحب الكرياتيف، يعني ما شاء الله عليك الألوان. وحتى وأنا صغيرة كنت أنتقد إذا أي حد يانا لابس مثلا شيء مو عكس شيء أقول لهم هذا ما يليق عليك، هاي الألوان يعني مو بحلوة. أنا صغيرة كنت كأني ناقدة لهم في ناحية الزي. لكن أنا كنت يعني رغبة الوالدة الله يرحمها والوالد في الشهادة وعملت فيها، لكن حسيت أن الهواية ضغط على نفسي، وبالتالي أنا اتجهت لعالم الموضة، خاصة أني كان المجال هذا يعني في وقت كل شيء كان عندنا منقود فعلا، يعني منقود عندنا، فكنت فاقتحمتي هالمجال ما شاء الله عليك استاذة منى وبقوة. وشوفي ترى الهواية أحيانا صح طورت نفسي ما شاء الله عليك المجال، لكن طورت من نفسي بكورسات بالسفر. ترى قبل ما كان فيه مثل الحين، أنا أسميه العصر الذهبي، لأن صح. الحين بكبسة يعني الإنترنت والتواصل الاجتماعي كل شيء عندك، يعني بكبسة زر ما أحتاج أني صح. أسافر لأسابيع الموضة، أشوف كل أسابيع الموضة وأنا يالسة. تقدرين تشوفين آخر صيحات الموضة بمكانك، حتى التعليم أي دورات شيء كلها تحصلينها
في التواصل الاجتماعي سواء يوتيوب، تيك توك، انستغرام، فيسبوك. فالعالم مع التطور صار أسهل، وأنا سعيدة طبعا بالكم الكبير لمصممات الأزياء، لأن كان الأول ينقدون علي، فأنا سعيدة الحين. لكن الحين يقدون فيك فعلا. الحين الحمد لله يعني. الحمد لله. الحمد لله. يعني وبالفعل استطعتي أيضا أستاذة منى أنك توصلين بالزي الإماراتي التقليدي إلى العالمية. شو الرسالة اللي توجهينها للعالم اليوم من خلال الزي الإماراتي التقليدي اللي وصل من دولة الإمارات للعالمية، يعني بفضل مصممة الأزياء العالمية وأول مصممة إماراتية أستاذة منى المنصوري؟ شوفي، أنا أعتز بهويتي جدا، وأعتز بحجابي وايد، وأعتز يعني بتراث الإمارات. لذلك تجديني في أي أسابيع موضة خاصة العالمية، تجديني أولا أنا نفسي كمصممة ما أتخلى عن زي مالي سواء في العرض أو خارج العرض، زائد أن لا يخلو عرض افتتاح أي عرض أزياء عالمي بالثوب الميزع أو الثوب العربي، يعني سواء يا أفتتح العربي أختتم العربي، مثل ميلان ما شاء الله عليك. نعم، في نابولي، في إيطاليا، في الصين. وتعرفين لي قصة جميلة يعني اللي جعلتني أفوز بالمركز الأول على قارة آسيا بأفضل مصمم على قارة آسيا، متفوقة على 1200 مصمم ما شاء الله. إن كانت آخر الدرجات التصفية الأخيرة كان بيننا 3 مصممين، هندي وفلبيني وأنا. كان من ضمن الدرجات اللي أنا ما كنت أعرفها إن هل المصمم سيحمل هويته معه، يعني مثلا الهندي يكون جايب ساري ويا الفلبيني يكون، تمام، كل واحد يمثل هوية بلده. أنا أقول لك دائما دائما هويتي وياي. فكان عندي ثوب ميزع، وأنا أعرف أن الصينيين يحبون اللون الأحمر، فسويته باللون الأحمر ما شاء الله عليك، الشراب المرية المرتعشة، الطاسة الرأس، يعني كامل. وكان عليه 40 درجة، تصوري أن الهوية عليها 40 درجة، وفزت بالمركز الأول، وسبحان الله يعني الحمد لله يعني ما شاء الله عليك. يعني ما زالت إنجازاتك مستمرة يعني أستاذة منى. خلينا نتكلم أيضا اليوم أستاذة منى عن هذه الإنجازات ودورها أكيد في تدعيم دور المرأة وتحفيز المرأة الإماراتية في المجتمع الإماراتي وصولها للعالمية. شو تقولين اليوم للمرأة الإماراتية عشان توصل لمثل هذه المستويات؟ الحمد لله العديد من النساء أصبحوا ملهمات ومنجزات في العديد من المجالات والقطاعات، لكن احنا حابين اليوم نحفز أكثر ونشجع. كلمة توجهينها للمرأة الإماراتية بمناسبة يوم المرأة الإماراتية؟ شوفي، بيوم المرأة الإماراتية يعني بأمانة على مستوى العالم، يعني مش على مستوى المرأة دولة أكيد. الإمارات، بدعم وتحفيز صاحبة السمو أم الشيوخ الشيخة فاطمة يا رب، ومؤسس دولة الإمارات ما ننسى دوره، الله يغفر له ويرحمه، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، كان يهتم بتعليم المرأة. ولو تشوفين الفيديوهات القديمة كان يمر علينا في المدارس ويتابعنا، وحتى الجامعات يعني كان أولياء الأمور كانوا يرفضون أن احنا نروح للجامعات، كان يعني سوى دعم مادي لكل بنت تروح تتعلم. فتصوري لين وين كان. كلمات التحفيز للمرأة الإماراتية أعتقد أن هي بجدارة وصلت العالمية في جميع المحافل، سواء من أول رئيسة برلمان إلى كابتن طيار حربي، أنا أعتز فيها وأفتخر فيها مثل بنتي مريم المنصوري. في عندنا وايد، عندنا حور المنصوري في اللي اخترعت، واللي هو عندها براءة للسكري، يعني سوت براءة اختراع عالمية. في عندنا بنات وصلوا على محافل دولية علمية، إنجازات، وعندنا الحين بتطلع القمر بعد، فيعني نحن مش القمر، المريخ، يعني في الفضاء، وكالة الفضاء الحمد لله، رائدة الفضاء الإماراتية نور المطروشي. نعم المطروشي، يعني إنجازات المرأة الإماراتية. تعرفين أن نحن يوم أقعد أطالع أن نحن سبقنا حتى الدول الأوروبية اللي يتشدقون بالحرية وبمساواة المرأة. تعرفين أن نحن دولتنا الحمد لله وقيادتنا وصاحبة السمو الشيخة فاطمة أم الإمارات من دعمها، الله لم تسعى يوما المرأة الإماراتية في طلب حقوقها،
سواء السياسية، الاجتماعية، المالية، كل المرأة الإماراتية ما بقول على طبق من ذهب وإنما على طبق من الماس. إحنا كل حقوقنا قياداتنا يعني وحكومتنا أعطتنا إياه بدون حتى أن نحن نطالب فيه، نجد أن بروحهم قالوا هذا للمرأة الإماراتية يوصلنا لين عندنا؟ لين عندنا يعني، وسبقنا الدول كثيرة يعني. الدول الأوروبية لو تلاحظين المرأة للحين تناضل بأنها تأخذ حقوقها، تناضل في مساواتها في العمل، نحن متساويين في العمل حتى مع الرجل الحمد يعني لله. الرواتب حتى الرواتب نحن ما في شيء اسمه راتب الريال أعلى عن راتب الفرمة فعلا. لا لا لا، فالحمد لله والشكر لله. وبمناسبة هذا اليوم اللي يعني اليوم الرائع واللي كلنا من يوم عز وفخر يعني فخر والله، أنا من قناتكم الجميلة اليوم أنا كنت أعلنت عن وجودك أجمل معانا أستاذة منى أكيد. أنا كنت مخبية هالشيء لكن بقوله لكم وبنبتدي فيه من يعني حصري حقنا، حصري عنكم وإن شاء الله إن شاء الله نتيجة. ندعو جميع مجال السيدات الأعمال تبني، وأنا أعلنها كصاحبة الفكرة ووثيقة الولاء لصاحبة السمو أم الشيوخ أم الإمارات الله يحفظها. المرأة الإماراتية نعمل على وثيقة ولاء لصاحبة السمو الشيخة فاطمة، وكذلك نقول حقيقة وأنا أقولها هاي من كل قلبي، في داعم كبير الرجل الإماراتي صدقيني غير كل رجال الدول صراحة، يعني داعم للمرأة. أقدم بكل وثيقة شكر وعرفان للرجل الإماراتي الداعم. أنا زوجي الله يرحمه كان أكبر داعم لي، كان يشجعني على السفر وإني أحصل على مراكز، كان أول واحد يهنيني، ما يعني كان ما كان داعم بكل ما أوتي لي في هذه المسيرة. فعلا يعني أستاذة منى أكيد نفس ما ذكرتي الرجل الإماراتي هو جنبا لجنب المرأة الإماراتية، فخورين فيه سعيدين بتواجدك أكيد اليوم معانا أستاذة منى المنصوري المصممة الإماراتية العالمية، نورتينا وكل عام وأنت بألف خير. شكرا يعطيك العافية. شكرا لكم. الله يحفظك أستاذة منى، الله يحفظك. مشاهدينا إلى القصص الملهمة واللي تدل على أن المرأة الإماراتية لا تعرف المستحيل وأنها تفخر بنفسها في مختلف المجالات، حيث برز اسمها في عالم صيانة وتصليح السيارات، مرتدية قفازات العمل الملطخة بالزيت، وأيضا مستمتعة بكل ما تقوم به في مهنة الرجال، وتعبر عن هذا قائلة أستمتع كثيرا بهذا العمل فأنا أنتمي إليه وأشعر بالفخر بنفسي. في هذا التقرير راح نكتشف معاكم قصتها الملهمة ونتعرف أكثر على تحدياتها وإنجازاتها في هذا المجال، خلونا نتابع. أسعد الله أوقاتكم كل خير، معكم هدى محمد المطروشي أول ميكانيكية سيارات في الإمارات. اليوم ربنا نتكلم عن يوم المرأة الإماراتية. يوم المرأة الإماراتية مو بيوم واحد في السنة ولا يومين، 360 يوم. المرأة هي اللي تنشأ، هي اللي تربي، هي اللي تنشئ الأجيال وتعلمهم على الصح، وتعلمهم وين دربهم وشو اللي يسلكونه من سلوكيات صحيحة ومن آداب. المرأة هي المدرسة، هي العلوم، هي المعرفة، هي الثقافة. المرأة الآن أصبحت تشغل 50% من المجتمع، وفي نفس الوقت تشغل مناصب عدة في الدولة. في نفس الوقت المرأة هي الأم، هي الأخت، هي العمة والخالة والجد. تحياتي للمرأة الإماراتية. طبعا النجاح ما نوصل له نحن بالساهل، نحن يا نربح يا نتعلم ما نخسر، فدائما الواحد يواجه الصعوبات، يواجه التحديات، ما يوقف عند نقطة واحدة يقول خلاص ستوب أنا ما بقدر أنا أكمل مشواري. ممكن أنه يحط الفاصلة ويكمل مشواره، ممكن يحط الأهداف أمام عينه ويكمل مشواره.
هذه هي التحديات، انك انت تتحدى نفسك اليوم وبالامس وان شاء الله في المستقبل، تحط الاهداف اللي راح ترسمها للمستقبل ان شاء الله القريب. الان المراه الاماراتيه تشغل 50% في المجتمع، من مناصب عليا، من ادارات عليا، وفي نفس الوقت هي مدعومه من القياده الرشيده. الله يطول في عمارهم، ما قصروا. موفرين لها كل سبل الراحه، موفرين لها كل الدعم عشان تعطي وتبني او ترسل الرساله المستقبليه للاجيال. المراه الاماراتيه مكافحه، تنجز، تعطي. ونصيحه لي للفتيات الشابات اللي مقبلين على الوظائف او الاعمال الخاصه، تحدوا نفسكم اليوم وبكره وبالامس، حطوا جدول اهدافكم، كملوا مشواركم، واجهوا التحديات والصعوبات، انتوا تقدرون وما في شيء اسمه مستحيل. يا بنت زايد نرفع بقدرك الراس، وانت الذهب وانت الزمرد والالماس. أكيد هدى المطروشي فخورين فيك جدا ولتواجدك في هذا المجال، أول امرأة إماراتية في مجال الميكانيك، وأكيد أيضا نشعر بالفخر لوجود مثل هذه النماذج النسائية في دولة الإمارات العربية المتحدة، والتي لا يعيق تقدمها أي صعوبات أو تحديات مهما كانت. فالمرأة الإماراتية استطاعت بالفعل أن تثبت وجودها في مختلف الميادين، سواء الطب، الهندسة وغيرها من المجالات، وبعد ساهمت في إحداث نقلة نوعية بالفعل في المجال العمل التطوعي والعطاء المجتمعي والتسامح الإنساني محليا وعالميا، بدعم من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك أم الإمارات رئيسة الاتحاد النسائي العام ورئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، واللي بالفعل أولت ابنة الإمارات كل اهتمامها وحرصها على تبني ابتكار ومبادرات خلاقة تساهم دائما بشكل فعال في استقطاب وتأهيل وتمكين المرأة الإماراتية كسفيرة للعمل الإنساني بشكل محلي وعالمي، انسجاما مع نهج المؤسس المغفور للشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه، والذي امتدت أياديه البيضاء إلى مختلف بقاع العالم. ضيفتنا لليوم بالفعل رائدة من رائدات العمل التطوعي اللي لها دور كبير في العديد من المشاركات والمبادرات. خلينا نرحب معكم بالمتطوعة الإماراتية المتميزة أستاذة مريم راشد الكعبي. صبحت الله بالخير وكل عام وانت بخير. صبحت الله بالنور، كل عام نورتينا وانت بخير وصحة وسلامة. أستاذة مريم، يعني نشوف دور المرأة الإماراتية والله الحمد في العمل التطوعي سواء داخل الدولة وأيضا بشكل عالمي، كلمينا عن تعزيز نقول دور المرأة في هذا المجال في العمل التطوعي، العمل الإنساني والعمل الخيري، كيف تشوفين دورها اليوم؟ أول شيء يعطيكم العافية، مشكورين على استضافتكم لهذا اليوم، صراحة أهنيكم على هالبرنامج. إحنا سعيدين بوجودكم معنا اليوم، أكيد اليوم يوم المرأة الإماراتية، صراحة فعلا يوم مميز. وجودي معاكم اليوم نشارككم تجربتي ورؤيتي ورؤية كل امرأة إماراتية في مجال العمل التطوعي. دور المرأة وايد مهم ولا يقل أهمية عن دور الرجل. المرأة اليوم هي الأساس، بتشوفونها دائما وهي السباقه دائما بالمجال العمل التطوعي. صح، هدفها وفكرها نشر الرساله، وهي رساله الوعي، تمد يد العون المساعده، تكون عندها رساله، عندها قيم تحب تبرزها للمجتمع وللعالم بشكل عام داخل الدوله او خارج الدوله. فعلا لو نتكلم استاذة مريم، ليش بالذات اخترتي مجال العمل التطوعي والمجال الانساني؟ لو تتذكرين متى كانت البدايه ونقطه الانطلاقه؟ شوفي، هي بدايتي كانت ونقطه بدايتي هي بعد ما خلصت الكليه، بعد ما خلصت كليه دراسات تقنيه، كان الصراحه والهدف الاساسي هو اني البحث على وظيفه حالي حال اي خريج. تمام. وبديتها بالمجال العمل بالمؤسسات الحكوميه والوزاريه، اشتغلت فيها سنه 2004. أول عمل تطوعي لي كان بداية 2004 بالمؤسسات الحكومية والدوائر والوزارات. بديت شوي شوي أنتقل من وزارة لوزارة، من مؤسسة لمؤسسة، بديت أشوف أن العمل التطوعي شيء جميل، يعني مو بس ينتصر على وزارات المجال. بالعكس شيء وايد حلو، العطاء شيء جميل. بديت أنطلق فيها من نطاق المؤسسات والوزارات، بديت أنطلقها بالمجتمع المحلي، بالمبادرات، تنظيم دورات بشكل عام. حبيت أنمي فيها ثقتي بنفسي،
حبيت أغير هالشيء، دخلت دورات أعزز فيها قناعاتي. من هالأساس بديت أخذ دورات لين ما صارت لي عندي فرصة، صرت أنا فيها مدرب أعطي دورات للتطوع، تقوية ذات، أعطي ثقافة التطوع، نغير فكر الناس والمجتمع عن المتطوعين وفكر التطوع بشكل عام. ما شاء الله عليك، حبيتي بالفعل يعني أستاذة مريم، حبيتي هالمجال وطورتي بعد من نفسك. شو أكثر المبادرات نقول المجتمعية والإنسانية اللي شاركتي فيها في مجال التطوع؟ شوفي أنا شاركت بوايد هذا من 2004 لليوم، وأنا فخورة لنفسي أني موجودة لليوم ميداني، أني ما وقفت هذا العمل، لأن أنا أشوف في نفسي، أشوف أن حياتي فيه، يعني سبحان الله، يعني كل واحد عنده هواية، صح، فالواحد عنده شيء يحبه، شيء يحبه. وبالعكس أنا بديتها كانت شغف بحث عن وظيفة، بدأت تطورت لأشياء أني أنزل فيها ميادين، تنظيم بطولات عالمية دولية محلية، ننظم فيها بطولات داخل الفجيرة خارج الفجيرة، أماكن كبيرة دخلنا فيها بالتعليم، دخلنا فيها بالصحة، دخلنا فيها بالإرشاد السياحي. يعني نحن اليوم مواجهة لدولة الإمارات، نحن نغرس للمجتمع الناس التي تزوار، نحن نكون إحنا الواجهة دائما، نحن كمتطوعين نحن واجهة الدولة، فالواحد يكون براز صورة إماراتية بإمرأة إماراتية، هاي بروحها كم تسوى. يعني فعلا شو أكثر التحديات اللي تواجهكم خلال وجودكم في هذا المجال أستاذة مريم؟ شوفي يعني هو عمل تطوعي، نفس ما قلتي الواحد يسوي حب وشغف وتطوع وعمل خيري وعمل إنساني، شو أكثر شيء صعب تحسي في المجال وأكثر شيء يواجه؟ المحاربة المجتمع، اللي بمعنى أن نحن مثلا شو اللي يعطوكم، شو الأهل يعني شو اللي يجبركم صح تصيرون، شو اللي يخليكم أنتوا لليوم جالسين تجبرون؟ إحنا نقولهم لا، اللي عنده شغف، اللي عنده حب وعنده إصرار وعنده قناعة برب العالمين إن هذا العمل عمل إنساني لوجه الله، بيتكل على رب العالمين وبيتق إن هالشيء بيسويه لوجه الله بغض النظر شو مكان، إن كانت تنظيم بطولة، إن كان تنظيم حفل، إن كان أصلاً يعني صح. بالمؤسسات الحكومية بتشوفين حتى بالدوائر الحكومية المتطوعين موجودين، ترى نحن بالأخير كلنا مكملين بعض، كلنا إحنا نمشي بمسيرة واحدة لدولتنا. صح فعلا، ونفس ما ذكرتي ما شاء الله استاذة مريم شفنا نشوف طالبات طلاب صحيح. ما شاء الله اطفال صغار تشوفين يعني يتعلمون من امهم وابوهم لما يروحون العمل التطوعي حابين ان يشاركون ويروحون معاهم. شو المهارات والقيم اللي بالفعل غرست في المرأة الإماراتية وبالتحديد اللي تشارك في المجال التطوعي والعمل الخيري والإنساني استاذة مريم؟ ما في انسان او ما في امرأة موجودة بالميدان الا هذا عندها ثقة بنفسها وعندها قناعة أنها تبى تغير وتبى قناعة أنها تبى تطور من نفسها وذاتها. بتشوفينها اليوم موجودة بالميدان، بتشوفينها اليوم يالسة تعطي، بتشوفينها اليوم يالسة تغرس هالشيء فيها بعيالها ببيتها. هذه هي رسالة من أم لأبنائها أن العمل التطوعي مش معناته عمل مبادرة بسيطة، بالعكس أنا لو أنا عندي شغلة طلعتها من البيت وديتها وخذيت معاي عيالي هذا هو عمل تطوعي، عمل إنساني، يعني أنا أغرس بعيالي هذا الشيء من صغرهم بيمشون على هالشيء، فلازم هذه أصلا عادة تعود عليها الأبناء كامل بالبيت بشكل عام، لأن بالأخير هاي غريزة برب سبحان الله، الله يعطيها لنا لأنه هو عطاء، فسبحان الله يعني حب العطاء شيء كبير وعظيم فعلا. وتواجد شخصيات مثل أستاذة مريم في هذا المجال يحفز البنات حتى الصغار الشباب أنهم يدخلون في مجال العمل التطوعي أكثر من نقول مبادرة أو برنامج صحيح. تطوعي شاركتي فيه وأثر فيك بالفعل وحسيتي أن بالفعل عطيتي من قلبك. شوفي مشاركاتي ولا مشاركة ولا مبادرة شاركتها إلا أنا قلت إياها مهمة عندي، ليش؟ لأن سبحان الله أي مبادرة أدخل فيها تعطيني دروس للحياة أتعلم منها، حتى لو تكون أشياء بسيطة تعلم من الناس اللي حولي من الناس المتطوعين اللي معاي. بس شوفي سبحان الله في مكان أنا رحت له، هو تطوع فردي من نفسي، رحت له كمؤسسة حكومية تطوعت معاهم كمانحة رعاية بدار رعاية من دور رعاية بالدولة، كنت مانحة أسرة يكونوا أيتام وأنا أكون الأم البديلة لهم، كان عمل كبير عمل جبار أن تتعيشي الدور مش دورت بنفس الوقت هو عمل إنساني تطوعي وتعيشين دور أن أنت راعية أسرة، فسبحان الله. الله هذا العمل تحسيه عمل حسيتي فرق معات وايد، يعني هذه دروس أقول لك أنا صار لي سنين أنا هالشيء، بس أنه
لليوم اقول لك انا اتعلم من هالشيء واتذكرهم. وللامانه صراحه في بين هاي الايتام انا لليوم في تواصل ما شاء الله، تواصل معاي. وصراحه الحين اللي خلصت الثانويه اللي ما ادري شو، فسبحان الله يعني تقولين استمر ما شاء الله بالتواصل معهم استاذه. في منهم صراحه انت تسويها شيء من خاطرك، من خاطري. وغير هذا هم الشيء. يعني سبحان الله انت ترجعين بالاخير عطاء لرب العالمين، وهذه الايتام اذا انت بترجعين لهم ما بفكره انك انت تطوع، لا بالعكس انت جايه، انت جايه تبي تجربين هالشيء لانهم قاصرينهم حنان. فاذا انت جربتي معاهم هالشيء بالاخير انت تحصلين معاهم شيء وهم يحصلون من وراك شيء فعلا، يكون شيء انساني اكيد. لوين حابه توصلين استاذه مريم في المجال التطوعي؟ وين تشوفين نفسك في المستقبل في هذا المجال كامراه اماراتيه؟ شوفي انا هدفي الاساسي ان نغير فكر العمل التطوعي، عشان تي انا دخلت مجال التطوع، مجال التدريب، واعطي دورات للمتدربين، اعطي مجالات للمتطوعين ان نغير فكر. يعني انت كمتطوع اليوم ما تنزل ميداني بس ساعه ساعتين وتروح، احنا نبقى موجود بالميدان. اليوم دولتنا وحكومتنا تدعم هذا شو اسمه التطوع، تدعم هذا العمل والمجال، لان عمل بالاخير انت لا تفكر فيه انه بس انه مجاني، فكر فيه من عمل انساني، فكر فيه دولتك اعطتك انت شو بتعطيها. فاحنا نغرس فيهم ان نفكر فيها، خلي لك بصمه بيتك بحياتك بعائلتك، بصمه بيضاء تتركها للجميع. فعلا، والبصمه دائما او السيره الحسنه بنقول المشاركه في مثل هذه الاعمال التطوعيه، هذه الاعمال الخيريه، اكيد استاذه مريم نفس ما ذكرتي يجب غرسها في ابنائنا في بناتنا عشان دائما يتعلمون من العمل التطوعي. من يوم بديتي في العمل التطوعي لهذا اليوم، شو تحسين اكثر شيء اكتسبتي واكثر شيء تغير فيك؟ ثقتي بنفسي، طورت من مهاراتي، حسيت ان عندي قناعه برب العالمين ان الشيء اللي تسوينه شيء لوجه الله. حتى لو في اشياء مثلا انت محتاجه تنها، بس اتركي الشيء لرب العالمين، الله ما ينسى عبده. بالاخير يعني الخير بيت بيت، انت عليك تسوين الخير وخليه رب العالمين. بالاخير بيتاخر بيتقدم، بالاخير هذا نصيبك. انت عليك تعطين الخير وتتوكلين بالاخير. سبحان الله انت ما تعرفين يوم بتسوين هالخير، بتسوين العمل التطوعي، ما تعرفين ايش كثر الناس تكون مستانسه من وراك، تتركين يعني صدق بسمه. يعني حتى سبحان الله العمل اللي بتسوينه ما تعرفين اثره على الشخص اللي بتسوينه فعلا اليوم. فسبحان الله هذا دعوه هالشخص اثر بعدين او تحسين فيه بعدين استاذه من نفس ما ذكرتي ما ذكرتي، او حتى تواصلك مع مجموعه من الايتام شوفي كيف الاثر يتم. يعني نقول له فتره طويله، وبالعكس المتطوع يشعر فيه حتى لو ما حس في نفس الوقت راح يشعر فيه ما بعد. رسالتك اليوم في مجال العمل التطوعي وبالتحديد في يوم المراه الاماراتيه؟ رسالتي انا وكل امراه اماراتيه موجوده بدوله الامارات، رسالتي لجميع الشعب الامارات، انزلوا ميدان، جربوا العمل التطوعي، عمل جميل. هدفنا نحن اليوم الموجودين بالميدان ننثر ثقافة التطوع، نبين للناس أن التطوع موجود، نغير فكر التطوع بهالجيل الموجود الحين أن ما في شيء مستحيل، أن التطوع موجود دائما. اترك لك بصمة، جرب ميداني، عيش التجربة واترك لك بصمة عطاء، لأن بالأخير ما في شيء عند رب العالمين. فعلا مستقبل. العطاء والخير والقيم اللي ذكرتيها اكيد، وغرس مثل هذه القيم وروح العمل التطوعي في ابناء وبنات دوله الامارات. لان نحن الحمد دوله عطاء أكيد شيء طبعا. وتواجد نماذج مثلك دائما استاذة مريم هو تحفيز وتشجيع ودعم اكيد لكل السيدات وكل البنات اللي يدخلون في مثل هذا المجال. شاكرين لك وجودك معنا اليوم المتطوعة الإماراتية المتميزة استاذة مريم راشد الكعبي، يعطيك العافية ونورتينا. كل عام وانت بخير استاذة. وصحة وسلامة. الله يحفظك، نورتينا. مشاهدينا، اكيد لعبة المرأة الإماراتية دور كبير وبارز في مختلف الفنون، حيث قامت بالتعبير عن ثقافتها من خلال فنها العميق اللي يعكس أصالتها وتراثها. خلونا أكيد نتعرف معكم على رائدات في هذا المجال لنتابع. موزة سعيد أول مطربة إماراتية وخليجية تدخل ساحة الغناء التراثي، ولم تحظى بلقب أول مطربة من الإمارات من فراغ، واستحقته بعد عناء وسفر متواصل حتى أثبتت جدارتها. صوت يتميز بقوته وصفائه، وأثبت حضوره خلال فترة الستينيات والسبعينيات من القرن الماضي، ومهدت الطريق أمام العديد من الفنانات الإماراتيات للدخول إلى عالم الغناء.
سيطرت الأغنية الإماراتية على الساحة العربية في تسعينيات القرن الماضي عندما قدمت الفنانة أحلام أغنيتها مثيرة، وقدمت بعد عام رائعتها تدري ليش. وسطع نجم الفنانة أحلام بأغنية قول عني ما تقول التي تردد صداها في كل بيت عربي بوقت لم يكن هناك مقياس لنجاح الأغنية سوى نسبة بيع الألبوم أو عدد مرات وضعها على الراديو، فكانت وبكل جدارة سفيرة الأغنية الخليجية إلى العالم. وفي كل جيل استطاعت المرأة الإماراتية أن تحجز مكانا لها في المقدمة لتكون هي محط الأضواء، لتدخل الفنانة بلقيس الصدارة من أول عمل فني من كلمات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم ولي عهد إمارة دبي ورئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، واستمرت في تقديم أعمال مختلفة لتصل عام 2022 إلى الغناء في ختام بطولة كأس العالم لكرة القدم. تسير بلقيس كسائر نساء دولة الإمارات العربية المتحدة، لا تقبل إلا أن تكون الرقم واحد. بالفعل مشاهدين، لكل امرأة إماراتية طريقتها الخاصة بالتعريف عن ثقافة وطنها، سواء بالفن أو بالعلم أو بالموسيقى أو حتى بالرسم. ضيفتنا اليوم اختارت التراث الإماراتي ليكون رايتها، وأيضا أنها تعلمها وتنقلها للأجيال القادمة. حبها وشغفها في زمن الآباء والأجداد دفعها بالفعل إلى إنشاء مؤسسة بصمات الأجداد المعنية بالتراث. هي تعيش رحلة مليئة بالعزيمة والإصرار، لكن أيضا لم يحالفها الحظ في إكمال مسيرتها التعليمية في سن صغير، لكنها أكيد قدرت أنها تكمل هذا التحصيل الدراسي وهذه الدراسة مع ابنها في السنة النهائية في المدرسة وتحقق نجاح باهر. خلينا نرحب معاكم بالأستاذة شيخة الوالي النقبي، مؤسسة وصاحبة أكيد مؤسسة بصمة الأجداد. صبحت الله بالخير أستاذة شيخة، وكل عام وانت بخير. وانت بخير، صبحت الله بالنور والسعادة حبيبتي، نورتينا. يعني استاذه شيخه، في البدايه بفعلا يمكن ما حالفتش الحظ وانت صغيره انك تكملين دراستك، لكن بعدها اصريتي وبالفعل كملتي الدراسه بعد الزواج وبعد انجاب الابناء. كلمين عن هذه القصه. انا تزوجت اول شيء كان صف خامس. ما شاء الله عليك. اي نعم. كان عمرك 11 12 شيء؟ 12. كان عمري 12 وانا احب الدراسه واحب اقرا الكتب، خلفت عيال، بعدين فكر ان الدراسه هي المستقبل. نعم، ولازم الوحده تتعلم. الحين الحمد لله بلادنا ما مقصره، يعني الحمد لله اذا الوحده فاتها مسارها التعليمي الصباحي وها في مسائي في مراكز. فكرت وقلت انا بسوي تليفون للبث المباشر لانهم يفتحون المناطق اللي معنا، ما في في مدارس، ما في مراكز مسائيه. تمام. اتصلت تليفون، ما قصروا جزاهم الله الف خير. اسبوع 10 ايام اتصلت له وقال خلاص الخبر المدرسه، وقالوا انهم بيفتحوا مراكز مسائيه. مو بس انا اللي يعني فرحت، ما شاء الله الجميع. يعني انه عقب اتصالك فتحوا لكم مركز انه تقدرون تكملون دراسه مسائيه. اي نعم. ما شاء الله. كان 1997. ما شاء الله. هي نعم. وكملت؟ لا، 87. هي نعم وكملت. اول ما كمل يعني فتحوا، انا ولدت ولد. لا انا مقدمه مسجله اسمي بس انا كنت حامل بالولد. تمام. انزين بعد ما قدمت ربيت، دخلوا امهاتنا قبل دخل التعليم المراكز. يعني ما شاء الله وجودكم بعد استاذه شيخه حفزهم. ما شاء الله كملتي تعليم مع وقت دراسه وتعليم ولدك. كلمينا عن هاي التجربه، شو المواقف التجربة اللي تتذكرينها؟ انا درست مثل ما اقول لك، كملت الثانوي ثاني ثانوي، بعدين شفت ان البيت بعد يبالوا العيال اهم، المستقبل بعد العيال عندي، وقفت. كبر الولد الحمد لله وخلص الثانوي، وبعدين فكر قلت هو فرصة، هو الحين في الثانوية وأنا بعد في الثانوية. كم درست أنا ويا أنا منازل وهو صباحي طبعا، بس كنتوا مع بعض نفس المرحلة الدراسية. هي نعم. حلو. نفس يوم من الأيام قلت يعني وإحنا نذاكر قلت له منو بيجيب النسبة الأعلى،
يعني نتنافس انا وياك عشان اشجع. بينك وبينك. اي نعم عشان شو؟ حلو. انا بعد اشجع اقول له منو بيجيب عشان شو؟ منو بيجيب النسبه اللي عشان تبيني يدرس اكثر. اي نعم. لازم اي ام تحب اكيد اولادها وعيالها يكون الافضل منها. فعلا. اي نعم. يوم من الايام كان لازم نقوم الساعه 3 الفجر ان نذاكر. زين مراجعه حق امتحانات. عشان امتحان اليوم الثاني. بدل ما اقوم الساعه 3 متي الساعه 3 بدل ما اقوم الساعه 3 انتبه الساعه 2 وربع انا على بالي 3 وربع نشيت قبل الوقت نشيت واقول له قوم قوم الساعه 3 وربع احنا ما احنا متي الساعه 3 انا بس انتبهت ان لما نصل مذاكره لنشوف الساعه 3 بعدها ما يعني كان يعني تحفيز يعني تحفيز كان هو يشجعك وانت كنتي تشجعيه استاذه ايه؟ شيخه ما شاء الله عليك بعدها يعني فكرتي في مؤسسه بصمه الاجداد لحبك نقول لك التراث والموروث الاماراتي والشعبي والثقافي اللي نسخر فيه من خلال عاداتنا وتقاليدنا اللي تورثناها عن ابائنا واجدادنا كلمينا عن اهداف هذه المؤسسه شوفي حبيبتي المؤسسه احنا انا فتحتها من 2015 لان كنت انا احب التراث انا تعلمته وانا نعم انا وانا صغيره اتعلم من الوالده الوالده ما شاء الله عندها مهن العلاج عندها مهن الخياطه مهن صفافه وانا صغيره عندها اتعلم يعني اشوف اتعلم منهم انا بالنظر اطالع فكانت عندك افكار عندك خلفيه عن الموضوع حتى عند الوالد الله يرحمه قبل الله يرحمه. يعني المهنه اللي يقدمونها انا اشوف يعني اتم اطالعهم شو يسووا هذه واتعلم منهم بعد ما فكرت ان شيء بسيط ان مثلا اسوي شيء بسيط للاطفال اللي معي يعني اللي حواليه شيء تراثي هل أشوفهم هم يتشجعوا ولا لا أشوف ما شاء الله المجموعة زادت من 5 إلى 15 وبعدين 30 بعدين يزيد بعدين إحنا طلعنا قدمت على رخصة وفتحت رخصة مؤسسة بصمات الأجداد هذا تشجيعنا خوفي وحبي لتراث بلادي مثل ما يقول الشعراء الهوى غالي الغالي احنا نقول التراث غالي حتى الاسم الغالي. جميل يعني ما شاء الله عليك استاذه شيخ بصمه اجدادنا ذكر يعني استخدمتي نقول وذكرتي اسم يرتبط نعم. بالاباء والاجداد اللي احنا دائما نتعلم منه نفس ما ذكرتي العادات والتقاليد الموروث الاماراتي والثقافي شو الاشياء التراثيه والعادات والتقاليد اللي تركزون فيها داخل المؤسسه وتركزون عليها شوفي اول شيء التعليم المجموعه اللي عندي نعلمهم التراث انا الحين عندي مجموعه من الاطفال من البنات والاولاد لما يجون ضيوف او عندنا معرض او في مهرجان مشاركين مو انا اللي اتكلم المجموعه اللي ما شاء الله الموجودين معك حلو كان من اعمارهم الحين دخلوا في الجامعات الحين هم يقدمون في الجامعات ما شاء الله هم فتحوا لهم مشاريع يعني انها اشياء تراثيه هم يقدمون في الجامعات وفي التقنيه يعني هذا شيء يفرحني انا لما ليش شجعت كنت في جهه طلبوني ان نقدم يعني في الصيف ان شهر اقدم تراثي للمدير قلت له انا عشان تشجيع الاطفال ويشجعوا اكثر وينضموا الى التراث قلت هي نعم قلت له انا ان شاء الله بكون عندكم بس بشرط ان نودي المجموعه اللي بتكون عندي منضمه عندي ان وديها متحف الحمد لله الدولة في كل إمارة فيها متاحف صح ولا لا؟ صحيح. أوديهم متحف زيارة أنا بقدم لهم صح الورش بس نوديهم نداليهم المتاحف اللي معنا لأن المتاحف اللي في الدولة وبعد هذا مركز تجاري ترفيهي ما شاء هم الله. انضموا عندي بدال ما ينضموا 20 طفل انضموا 85 ما شاء يعني طالب وطالبة زاد العدد يعني زاد العدد شيء ما كنت تتوقعينه اي نعم هذا الشيء انا فرحني وشجعني بعدين لما خلص الصيفي ودخلنا المدارس طلبونا المدارس نقدم المدارس ورش لما وانا اقدم اشوف البنت ما شاء الله هي اللي تجاوب وتعطي يعني مثلا الادويه عددوا لي 10 انواع من الادويه الشعبيه في الامارات تعدل ما شاء الله خلاص تعلموا منك وتعلموا من المؤسسه نفسها لا انا عطيت لهم في الصيفي البنت زين. أنا نسيتها بس لما في الصف أقولها أعطيني منو بيعطينا 10 أنواع من الأدوية مثلا هي تجاوب وين تعلمتي قالت أنا أنت عطيتينا في الصيف هذا شيء شجعني عرفت أن البنات من
20 بنت وبنت واحدة أو ثنتين استفادت من هذا الشيء اللي احنا نقدمه. فلما قالوا فعلا يعني استانستي اكيد استاذه شيخه انه ما شاء الله يعني فعلا يمكن استفادوا، بنقولوا اكيد استفادوا من تواجدهم في مثل هاي المؤسسه وعرفوا زياده عن العادات والتقاليد الاماراتيه عن الموروث التراثي والشعب الاماراتي. ما شاء الله عليك انت بعد رئيسه اللجنه الثقافيه في نادي مسافي الرياضي الثقافي. نعم. كلمينا عن اهم اهدافك ودورك في هذا النادي. هذا اول شيء التوفيق من الله سبحانه وتعالى. الحمد لله. اي نعم، وبعد ذلك رئيس نادي مسافي ما قصر، هو بعد دعم للمرأة. دائما انا اكلم اقول له يعني المناطق اللي حوالينا ما في شيء متنفس لا للبنات ولا للحريم اللي موجودات، الا اذا يصيروا امارات اخرى مثلا امارة الفجيرة، دبا، خورفكان، احنا المناطق تقريبا 18 منطقة. يعني ما عندهم شيء ترفيهي او قال لي ان شاء الله شيخه بعطيش هذا القسم تفتحيه تدبري مدربات بشل هذا المكان وبسوي مسبح مثلا وجيم ولحد الان ما شاء الله يعني عندنا من كل يعني مو بس اقول من المناطق معنا حتى من الامارات اخرى يكونوا منضمين معنا يوميا يكونوا حاضرين ما شاء الله. هذا تشجيع للبنت للمراه اللي هذا فعلا. وهذا دعم مثل ما قلت لك من رئيس النادي يعني حتى لين اليوم. اليوم ان شاء الله بعد هذا يكون وقت العصر يكون معنا ان شاء الله فعاليه بمناسبه اليوم المرأة الاماراتيه. اي نعم. حلو يعني جميل. هذه نقول الفعاليات المبادرات الخاصه دائما بالتراث بالموروث الثقافي. وجودكم اليوم استاذه شيخه، وجود مثل هاي المؤسسات وبالتحديد مؤسسه بصمات الاجداد اللي تنقل دائما وتركز على التراث والموروث الاماراتي والشعبي والثقافي من خلالكم، شاكرين لك وجودك اليوم صاحبه ومؤسسه بصمات الاجداد استاذه شيخه الوالي النقبي. يعطيك العافيه، نورتينا وكل عام وانت بخير. وانت بخير وصحه وسعاده. واول شيء نشكر امنا الشيخة فاطمة بنت مبارك الله يحفظها الله يعطيها طولة العمر. هي الخير وذخر لنا، هي اللي شجعنا، هي شجع البنت الإماراتية والمرأة الإماراتية في الإمارات في دولة الإمارات وخارج دولة الإمارات. الحمد هي لله دائما رايتها بيضة. أكيد جزاكم الله خير، نورتينا استاذة الشيخة. اكيد الله ينور. مشاهدينا اكيد راح نروح معكم في تغطية مباشرة للفعالية اللي نظمها مجلس الشباب بالتعاون مع بيت الفلسفة، ملتقى يوم المرأة الإماراتية تحت عنوان وشعار نتشارك للغد. خلينا نتعرف اكثر على هذه الجلسة الحوارية، المشاركات في هذه الجلسة، ونروح الى زميلتنا ليالي. صباح الخير ليالي. نعم، تحية لكم وللسادة المشاهدين، ونتقدم بالتهنئة بمناسبة يوم المرأة الإماراتية الذي يأتي هذا العام تحت شعار نتشارك للغد، وذلك احتفاء بإنجازات ومساهمات المرأة الإماراتية في ظل ما تحظى به من دعم ومساندة وما تليه سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك أم الإمارات حفظها الله ورعاها رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، رائدة الحركة النسائية في دولة الإمارات، من اهتمام بالغ في تمكين المرأة الإماراتية ودعم وتعزيز قدراتها وإمكانياتها في مختلف المجالات وعلى كافة المستويات. ويأتي الاحتفال بيوم المرأة الإماراتية سنويا في 28 من أغسطس، في اليوم الذي باشر به الاتحاد النسائي العام مسيرة عمله المباركة، وذلك ترسيخا لدوره الرائد بالدعم قدما أو بالمضي قدما بتقدم وريادة المرأة الإماراتية داخل وخارج الدولة. وحققت دولة الإمارات إنجازات جديدة في ملف التوازن بين الجنسين بتحقيقها المركز الأول عربيا في تقرير الفجوة بين الجنسين للعام 2022 الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، مع ارتقاء الدولة 4 مراتب عالميا دفعة واحدة، ما يؤكد على المكانة المرموقة والرفيعة التي وصلت إليها المرأة الإماراتية وحضورها ومشاركتها الفاعلة في مسيرة التنمية المستدامة.
وتقديرا للدور الملهم للمرأة الإماراتية، نظم مجلس الفجيرة للشباب بالتعاون مع بيت الفلسفة ملتقى يوم المرأة الإماراتية تحت شعار نتشارك للغد، والذي تضمن جلسة حوارية بعنوان المرأة قوة وإلهام، لاستعراض مساهمات ونجاحات نماذج ملهمة من نساء الفجيرة في مجالات حيوية مختلفة منها الصحة والتعليم وريادة الأعمال، بالإضافة إلى إبراز دور المرأة الإماراتية في الحفاظ على نواة المجتمع أي الأسرة. وأيضا بعد قليل سيجري وسيتم تكريم فريق العمل والجهات المشاركة لدعمهم وجهدهم ودورهم في إنجاح هذا الملتقى. للمزيد وللحديث أكثر عن ملتقى يوم المرأة الإماراتية، يسعدني الحديث إلى الأستاذة حليمة الصريدي، رئيس أو نائب رئيس مجلس الفجيرة للشباب. حياكم الله، أهلا بكم، ونتقدم بداية بالتهنئة في يوم المرأة الإماراتية. حقيقة نحن جدا سعيدين اليوم بنجاح ملتقى المرأة الإماراتية بعنوان نتشارك للغد. نحن كمجلس الفجيرة للشباب نظمنا هذا الملتقى بالتعاون مع شخصيات قيادية متنوعة وفي مجالات مختلفة في إمارة الفجيرة. أستاذة حليمة، نود أيضا أن نسلط الضوء على دور مجلس الفجيرة للشباب في دعم المرأة الإماراتية ومشاركتها الفاعلة من خلال مختلف البرامج التي يطلقها والبرامج وأيضا الفعاليات التي ينظمها. حقيقة مجلس الشباب الفجيرة هو داعم أساسي للشخصيات القيادية في إمارة الفجيرة. من خلال مجلس شباب الفجيرة نحن قاعدين نسلط الضوء على جميع الشخصيات. قمنا طبعا بإعداد فيديو يشمل جميع الشخصيات القيادية في إمارة الفجيرة من مجالات مختلفة، الصحة، التعليم، الهندسة، عندنا صيدلانية، عندنا البرلمانيات. قمنا بالتعاون مع جميع الشخصيات القيادية لدعمهم لإبراز هذه المواهب في مجالات عدة متنوعة وأيضا مجالات اختصاصية لم يكن يعني مسبقا التسليط الضوء عليها في هذه الإمارة. ونحن كمجلس الشباب حاليا نقوم بإنشاء منصة، الغرض من هذه المنصة هو إبراز جميع الشابات والنساء القياديات في إمارة الفجيرة من خلال طبعا ورش تدريبية، من خلال برامج تفاعلية، مخيمات صيفية تقوم بها هذه النساء للمجتمع، لدعم أفراد المجتمع وأيضا لإلهامهم. محاور هامة جدا تم التطرق إليها خلال الجلسة، بالفعل تم اختيارها بعناية. كل الشكر أستاذة حليمة الصريدي، نائب رئيس مجلس الفجيرة للشباب، وكل التوفيق دائما. شكرا لكم على هذا التغطية الإعلامية المميزة، ونلقاكم إن شاء الله في فرص أخرى وفعاليات أخرى لمجلس شباب الفجيرة. شكرا، شكرا لك أستاذة حليمة. أيضا جوانب عديدة وهامة جدا تم التطرق إليها خلال ملتقى يوم المرأة الإماراتية، وتحديدا خلال جلسة المرأة قوة وإلهام، على من أبرزها ومن أهمها تسليط الضوء على دور المرأة الإماراتية في الحفاظ على القيم والموروث الاجتماعي، وأيضا في بناء جيل واع ضمن أسرة متماسكة. للمزيد حول هذا المحور العام، يسعدني الحديث إلى الأستاذة فاخر عبد الله بن داخر، نائب رئيس مجلس إدارة جمعية الفجيرة الاجتماعية الثقافية. أهلا بكم معنا أستاذة فاخرة، وأيضا نكرر التهنئة بمناسبة يوم المرأة الإماراتية. أهلا وسهلا، أتمنى لكم كل التوفيق. طبعا نهنئ المرأة الإماراتية في هذا اليوم المميز، أنا أعتبره هذا يوم ميلاد المرأة. في كل سنة خلينا نقول نحتفل نحن بالمرأة الإماراتية، يعتبر مقياس للمرأة نشوف نفسها كيف كانت سابقا وكيف كانت حاليا، وما شاء الله والواضح لنا أن دائما المرأة الإماراتية في ازدهار. خلال مشاركتكم في الجلسة الحوارية تطرقتم إلى محور هام جدا حول دور المرأة في صون الأمان الأسري وخلق ذلك التوازن بين المهام والواجبات داخل الأسرة وخارجها، ما هي العوامل التي تدعم تحقيق ذلك؟ بداية لما تبدأ المرأة الإماراتية، أو خلينا نقول المرأة بشكل عام، أنها تبني طموحها وخططها، تنظر إلى أسرتها في الدرجة الأولى. أنا أؤمن دائما أن المرأة الأسرة تأتي أولا. الخطط اللي راح تدعمها هو التفاهم وخلق التوازن ما بين رغباتها وما بين خططها وأيضا دورها في الأسرة. فإذا استطعت أن تخلق هذا التوازن بالحوار مع الأب، مع الأبناء، مع الأسرة، أيضا الأسرة بشكل أعمق وأكبر، راح تخلق لها فريق يدعمها في خططها المستقبلية. فالدرجة الأولى احنا نسميها الحوار، التفاهم. مهم جدا أيضا عملية التقديم والتأخير، ما هي الأشياء اللي راح أخذها، ما هي الأشياء اللي راح أتركها، وبالتالي راح نستطيع مستقبلا ممكن احنا نتجاوز التحديات اللي تأتي لاحقا.
محاور هامة جدا تم التطرق إليها خلال الجلسة. كل الشكر أستاذة فاخرة عبد الله بن داخر نائب رئيس مجلس إدارة جمعية الفجيرة الاجتماعية الثقافية على هذه المشاركة، وبالتوفيق دائما. والتوفيق لكم وشكرا لكم دائما. شكرا أستاذة فاخرة. هذا ويهدف الملتقى ملتقى يوم المرأة الإماراتية إلى توفير منصة للنساء بالفجيرة لمشاركة خبراتهن في مجالات تخصصاتهن المختلفة، وذلك في سبيل خلق تفاعل ثقافي وفكري ومعرفي أيضا. أيضا يجب أن نشير إلى أن خلال الجلسة الحوارية تم عرض فيديو مصور تم إعداده مسبقا بالتنسيق والتعاون مع الفريق الإعلامي من كلية التقنية العليا بالفجيرة، والذي استعرض مسيرة نجاح نساء ملهمات من إمارة الفجيرة من خلفيات قيادية وتخصصية مختلفة. وأخيرا يجب أن نشير إلى أن الفعاليات الجانبية للملتقى التي تتضمن ورش عمل ومعرض فني متواصلة حتى ظهر هذا اليوم هنا في مقر بيت الفلسفة في الفجيرة. نعم زميلتي زينب، وكل عام وأنت بألف خير. أنت بخير ليالي وصحة وسلام. أكيد نشكر زميلتنا ليالي على هذه التغطية المميزة لملتقى يوم المرأة الإماراتية بتنظيم من مجلس شباب الفجيرة، وأيضا بالتعاون مع بيت الفلسفة. ونهنئ الإماراتيات المكرمات اليوم اللي تم تكريمهم بالفعل في هذا المجلس، لأنهم بالفعل سيدات ملهمات، وأيضا لهم العديد من الإنجازات والإسهامات في المسيرة التنموية لدولة الإمارات. مشاهدينا مستمرين في هذه التغطية المميزة بمناسبة يوم المرأة الإماراتية، لكن بعد هذا الفاصل انتظرونا. مشاهدينا عودة لكم بعد هذا الفاصل، وما زلنا مستمرين معاكم في هذه التغطية المباشرة والحصرية من قناة الفجيرة وبرنامج صباح الخير يا وطن عن يوم المرأة الإماراتية. استطاعت بالفعل المرأة الإماراتية خوض الصعاب وامتهنت مهن الرجال، وأثبتت بجدارتها إنها قادرة على تحقيق المستحيل. أبحرت في سفينتها مخترقة عمق البحار، ولم تقف الأمواج العاتية يوما عائقا أمام إرادتها، وفتحت أشرعتها محلقة أمام مهب الريح بقوة وصل متجاوزة أكيد كل المعيقات اللي أمامها، وأرست أيضا سفنها على شواطئ النجاح والازدهار. ضيفتنا لليوم انضمت إلى عالم البحار وغامرت بملء إرادتها في عام 2015، وعشقت قيادة السفن وفنونها. إيمان والدها بقدرتها وشغفها أيضا أنها تحقق هذا الحلم كانت الدافع الأساسي والرئيسي لتكون القبطان سحر رستي، أول قبطان بحرية إماراتية في دولة الإمارات العربية المتحدة، وأول إماراتية أيضا مؤسسة ورئيسة تنفيذية لشركة الملاحة البحرية SGR. واللي أكيد يسعدنا أن نستضيفها معاكم اليوم في هذا اليوم المميز عبر الهاتف. صبحت الله بالخير أستاذة صحر. صباح الخير. كل عام وأنت بخير. وأنت بصحة وسلامة. صباح لكل إماراتية، يعني اليوم هذا يوم فرحة لنا. أكيد ويوم فخر. أكيد ويشرفنا استضافتك اليوم معنا أستاذة سحر. كيف؟ أنا أشكركم حبيبتي، نورتينا. أستاذة سحر، في البداية كيف استطعتي كقبطانة أكيد العمل خلف دفات السفن وتحدي أمواج البحار ودخول إلى عالم الملاحة البحرية؟ عزيزتي شوفي، نحن في الإمارات نشأنا جميعا حول البحر، وهذا جزء من حياتنا فعلا. منذ الصغر أنا كنت دائما ألتحق وأشوف البحر وأكون حول البحر. هذا الشيء جعل فيني دافع وإرادة أني أنا ألتحق في هذا المجال، وكان في تحدي بيني وبين نفسي أني أنا كل ما كنت أشوف السفن الشراعية زمان أول أني أنا إن شاء الله بكون يوم أسوق هذه السفن. فهذا هو اللي أنا أردت أني أعمل على تحقيق حلمي، فاجتهدت وصابرت على أني أدخل في يوم من الأيام. التحقت في مؤسسة في مواني أبوظبي ب 2015 كمساعد إداري. ما حبيت اني اكون خلف المكاتب، انا مش اني مع اني ود ان المراه تعمل في المكتب، ولكن انا انسانه احب اني اكون حره طليقه. كان مسماي دائما في البيت فراشه نماذج. ما شاء الله عليك، وحبيتي بالفعل روح المغامره. وبالتالي استاذه سحر، شو ابرز التحديات اللي واجهتيها في هاي المسيره المهنيه، خاصه نفس ما قلتي انت ما حبيتي تكونين يعني على المكتب، لا يعني حبيتي تواجدين في اعماق البحار وعلى سفينتك. خبرينا عن ابرز التحديات والصعوبات اللي تواجه المراه في هذا المجال بالتحديد. شوفي، الصعوبات والتحديات انا دائما اقول هي ليست من العمل، هي من البيت. أنا اليوم أم لأبناء، ثلاثة أبناء، فأنا دائما أقول المرأة الحلمية. ما حفظهم لك.
آمين يا رب أجمعين. دائما أقول تحديها هي عند بدايتها، أول ما تحمل وبعد ما تربي هاي الأسرة. صح. من هني يخلق عندها روح التحدي والمثابرة والقوة. فأنا دائما أقول أنا ما كان تحدي لي يوم كنت في البحر، رغم أنه كان صعب طول الوقت، خلينا نقول المسافات البعيدة، الحرارة. المرأة دائما لازم تكون في مكان مرتاحة فيه لأنها أنثى ناعمة، لكن هذا ما منع أني أنا أكون في هذا المكان. فأنا ما أقول أن التحدي بدأ من هالمكان، تحدي لا، تربيتي لأولادي. ما شاء الله عليك. أستاذة سحر، كيف كان دعم الوالد لك وتشجيعه وتحفيزه عشان تتواجدين اليوم في هذا المجال، الملاحة البحرية، وتكونين كأول قبطان إماراتية؟ شوفي أكون صريحة معك، رد فعل الأسرة ما كان طيب لأول مرة. زين. عقبها تقبل. ما تقبلوا لا الأسرة ولا حتى المجتمع. يعني أنا حتى لما كنت أعمل في موانا بغبي كان خوف على المرأة، وليس أن لا رح صح. لا أن المرأة خوف عليها من المجال أو من المكان. فعلا بالضبط. فأنا دائما أقول بالعكس، أنا دائما أشوف أن اللي ساعدني أو ساندني هم الرجال، ليست المرأة هي. لا بالعكس، الرجل مع المرأة هم يعني هم واحد يكملون بعض. يكملون بعض. فخوفهم على أن أنا عندي أولاد يمكن أني أنا أترك البيت لوقت طويل، لا بتكونين بعيدة عن الأسرة. لا صح. فحاولت أني أثبت لهم أول فترة أن لا، أعطوني وشجعوني وبتشوفون. فخلينا نقول لأول فترة كان لا هم ضد، ولكن مع الوقت بالعكس هم الحمد كانوا الساند الرئيسي لي. فعلا نجاحك اكيد في هذا المجال استاذه سحر خلهم يفتخرون فيك ويعرفون ان فعلا اصرارك انك تواجدين في هذا المجال، اكيد الاراده خلهم يتقبلون بالفعل الموضوع. تقولين لمنو اليوم شكرا بعد هذا النجاح؟ اذا انا بشكر من بعد رب العالمين اهلي وقيادتنا الرشيده، كل من كان له يوم بكلمه، حتى لو كانت كلمة على مسج أو إعجاب بلايك في إنستغرام، كلهم أقولهم شكرا. بس الداعم الرئيسي اليوم لنا أم الإمارات هي الله يحفظها. الله يحفظها. آمين يا رب. آمين. فأنا لو أقول كلمة شكرا أقول لكل شعب الإمارات. يعطيك العافية أكيد أستاذة سحر، وإحنا فخورين اليوم بتواجدك معنا. كل الشكر القبطان سحر راستي، أول قبطان إماراتية والرئيس التنفيذي لمجموعة SGR. أكيد نورتينا ويعطيك العافية، وكل عام وأنت بخير مرة ثانية. شكرا. الله يحفظك. الله يحفظك. وشاهدينا اكيد اصحاب الهمم بعد هن قدوه ملهمه للمجتمع، رفعنا اسم الدوله والمراه الاماراتيه في كل المحافل، وتجاوزنا التحديات من خلال اثباتهن قوتهن وايضا اصرارهن في مواجهه الصعاب. هن مجموعه من النساء الاماراتيات القويات بالفعل، اللواتي تخطين الصعوبات بالعزيمه والاصرار والتحدي والاجتهاد. خلينا نعرض معاكم هذا التقرير لنماذج مشرفه عن رائدات من اصحاب الهمم. نحن اصحاب الهمم يا حملنا راية رفع اسم الدولة عاليا، كانت وما زالت الريادة هدفهن الأول. تألقنا في اختصاصات عدة وحققنا كوكب كبير من الإنجازات بدعم وافر من القيادة الرشيدة. استطعنا الاندماج في المجتمع ولم يقف في طريق أحلامهن أي عقبة. هن نساء وبنات دولة الإمارات العربية المتحدة، الرائدات من أصحاب الهمم، وقصصهن باتت نموذجاً ملهماً يحتذى في كافة الأصعدة. تحدت فاطمة الجاسم كل العقبات والتحديات التي واجهتها، فقد أصيبت بالشلل الدماغي منذ ولادتها، وجلوسها على كرسي متحرك لم يحبط من عزيمتها مطلقاً، وأثبتت ريادتها بكونها الإماراتية الأولى المعتمدة دوليا في مجال التسهيلات لأصحاب الهمم، وأول إماراتية معتمدة في مجال قانون العمل الأمريكي لأصحاب الهمم، كما اختيرت سفيرة الدمج لمؤسسة سدرة، شاركت في تمثيل الدولة كأول مندوبة إماراتية شابة في مؤتمر الأمم المتحدة عن اتفاقية الأشخاص من أصحاب الهمم. أبوي شيخ محمد بن زايد ولا أبوي شيخ محمد بن راشد، ودي أقول لهم عساني دائما أكون عند حسن ظنكم، وعساني دائما
أكون مصدر فخر لكم. خاضت فاطمة الجاسم تجربة القفز بالمظلة لتكون بذلك أول شخص من أصحاب الهمم يطرق باب غمار الرياضات الخطيرة، فاتحة أبواب المجد، ممهد الطريق لكل أقرانها ليحظوا حظوها. تعتبر فاطمة من أبرز الناشطات من أصحاب الهمم، أما رسالة فاطمة في الحياة هي تمكين أصحاب الهمم أينما كانوا للوصول إلى طموحاتهم وآمالهم وتمهيد الطريق لهم وللأجيال المقبلة. ومن عالم الرياضة إلى عالم الفن، لمع اسم الفنانة علياء عبد القادر في سماء الفن مغردة خارج السرب لكونها أول عازفة بيانو من أصحاب الهمم. لقبت ببيتهوفن الإمارات، تغلبت على الصمم بالموسيقى، فقد حطمت بموهبتها الفنية قيود الصمت التي تعيشها، واستطاعت علياء التحول من فتاة صماء إلى فنانة تطرب السامعين بأناملها الصغيرة الراقصة على مفاتيح البيانو، حاملة حلم تمثيل دولة الإمارات في المحافل العالمية. هذه النماذج النسائية الإماراتية المشرفة استطاعت أن تبعث برسالة إلى العالم فحواها، لا مستحيل، لا شيء يقف عثرة أمام تحقيق الأحلام مهما كانت التحديات، فالمرأة الإماراتية قادرة على التغلب على مختلف التحديات والصعاب مهما كانت بدعم ورؤية القيادة الرشيدة. فعلا هي ملهمة في كل المجالات والقطاعات، وواجهت بالفعل المرأة الإماراتية مختلف التحديات وبلغت غايتها مهما كانت الظروف عشان تثبت نفسها أمام العالم أجمع. ومنذ إعلان قيام الاتحاد حازت ابنة دولة الإمارات العربية المتحدة على المشاركة في عملية البناء والتنمية، حيث آمن المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل هيان طيب الله ثراه بقدرات المرأة وأهمية دورها كشريكة للرجل في بناء الوطن، وقدم لها الدعم منذ البدايات. ضيفتنا اليوم سيدة من سيدات الإمارات الطموحات، صعدت سلم النجاح خطوة بخطوة حتى وصلت إلى منصب مدير مركز الفجيرة الإبداعي. خل رحب معكم بالسيدة المتميزة والأستاذة وداد الحمودي. صبحك الله بالخير أستاذة، وكل عام وانت بخير. وانت بخير، نورتينا أستاذة وداد. أكيد سعيدين بوجود ابنة الفجيرة اليوم معانا. أستاذة وداد، خلينا نتكلم أكثر، كونك مديرة مركز الفجيرة الإبداعي بإمارة الفجيرة بالتحديد، شو هو دور المرأة الإماراتية في تعزيز الحركة الثقافية داخل الدولة؟ بداية صباحكم فخر واعتزاز بمناسبة المرأة الإماراتية. بمناسبة هذا اليوم أهدي سمو الشيخة فاطمة أم الإمارات بالغ الاعتزاز والتقدير لها على جهودها المتفانية في دعم المرأة ومسيرتها بدولة الإمارات. أكيد الله يحفظها، هي داعمة دائما للمرأة الإماراتية. وجودك في المركز كمديرة في هذا المنصب أستاذة وداد، كيف تشوفين دور المرأة الإماراتية بالفعل في تعزيز هذه الحركة الثقافية داخل الدولة؟ اليوم المرأة الإماراتية تبوأت عدة مناصب وعدة مستويات على دولة الإمارات بفضل دعم قيادتنا الرشيدة، ومن بداية قيام الاتحاد برؤية المغفور له الشيخ زايد رحمه الله وقادتنا الكرام. اليوم المرأة الإماراتية في شتى الميادين ولا ترضى إلا بالمركز الأول، ما شاء الله عليها. اليوم ما شاء الله متبوأة لعدة مناصب في عدة قيادات في عدة مستويات على مستوى الدولة. فعلا وبالتالي أستاذة وداد، أكيد دائما المرأة الإماراتية أهداف، خاصة لما يعني تنوجتي مثل هذه المناصب، شو هي أهدافكم الثقافية بما يخص دعم الثقافة والحراك الثقافي سواء داخل إمارة الفجيرة أو خارج إمارة الفجيرة بالتحديد من مركز الفجيرة الإبداعي؟ نعم، إحنا أهدافنا متماشية مع المنظومة الحكومية، الحمد لله. أهدافنا استراتيجية تنبثق عندنا في تكوين منظومة ثقافية تعمل على تعزيز الوعي الثقافي على مستوى الإمارة وعلى مستوى الدولة، بناء جيل ثقافي مبدع من أجيالنا الشباب واحتضانه بمستويات عالية الجودة من بموروثات ثقافية ووطنية. فعلا نفخر بوجودكم أكيد دائما ويانا أستاذة وداد، أنتوا نموذج مشرف بوجودكم في مثل هاي المناصب. المرأة الإماراتية اللي وصلت لمثل هاي المناصب أكيد الأمر ما كان جدا سهل، لأنها تمتلك أكيد العديد من المقومات. برأيي شو هي المقومات اللي تمتلكها المرأة الإماراتية اللي توصل لمثل هاي المناصب القيادية؟
أولاً أن بوجود دولة الإمارات هذا أكبر مقوم في يعني داعم للمرأة في دولتنا. الحمد لله هذه نعمة وبركة من عند الله. الحمد لله دولتنا ما شاء الله عليها منحت المرأة عدة مجالات وعدة قوانين سنتها بمساواة المرأة بالرجل في سواء على مستوى التعليم، سواء على مستوى المناصب، على مستويات الانتخابات ما شاء الله الحين، وعلى مستويات حتى الحقائب الوزارية وغيرها من مجالات التعليم والإثراء في دولة الإمارات. نعم. فعلا هي عديد من المقومات نفس ما ذكرت استاذة وداد ليست فقط من المرأة الإماراتية نفسها، الدعم نعم. والتحفيز ولله الحمد الدائم والمستمر للمرأة بالضبط. الإماراتية في كل المجالات والقطاعات من شيوخنا الله يحفظهم من القيادة وأيضا الحكومة الرشيدة. لو نتكلم أكثر يمكن استاذة وداد عن بعض التحديات والصعاب اللي ممكن تواجه المرأة، هي أم اليوم، هي أخت، هي زوجة، هي مرأة عاملة، شو التحديات اللي ممكن تواجه في هذه المسيرة؟ مثل ما تفضلتي المرأة اليوم ما شاء الله عليها أم وموظفة وزوجة ويعني قيادية في عدة محافل دولية. فالمرأة اليوم ما نقولها تحديات، بالعكس هذه طبيعة الحياة، بالعكس نعتبرها فرصة بما أن المرأة اليوم ما شاء الله عطيتها الفرصة في دولتنا الحبيبة، نعتبرها أنا أقولش يعني أنها تحدي، بالعكس أنها حافز لنا أننا نطور من أنفسنا من قدراتنا من أهدافنا. فعليا لو نتكلم عن مشاركتك أيضا أستاذة وداد في تصنيف الأربع نجوم في عام 2017، كلمين عن هذه المشاركة. والله برنامج الإمارات للخدمات الحكومية منذ انطلاقته عام 2011 إحنا كوننا فريق على مستوى وزارة الثقافة ودعمنا جميع فرقنا والمراكز الخدمة الداخلة عندنا في الوزارة، وتيحت لي الفرصة عام 2017 أني أدير مركز خدمة ما شاء الله يعني يتماشى مع تطلعات الحكومية في كفاءة تقديم الخدمات الحكومية، والحمد لله من أول سنة حزنا على الأربع نجوم وإن شاء الله مستمرين في تقديم خدمات أفضل وأفضل للمجتمع إن شاء الله أكيد من نجاح إلى آخر. كنت متوقعة أستاذة وداد يعني مثل هذا التصنيف وأنكم تحصلون على مثل هذا التكريم نقول وهذا الإنجاز؟ نعم كنا متوقعين وكنا نطمح للأفضل بما أن كانت شوي عندنا عدة تحديات صادف مركز الخدمة، بس ما شاء الله بوجود دعم القيادة والفريق العمل مشت الأمور بكل سلاسة الحمد لله. ودائما نقول دوركم في تعزيز هذه المسيرة التنموية وبتحديد الحراك الثقافي من خلال وجودك كمديرة في مركز الفجيرة الإبداعي، شو هي الأهداف اللي تركزون عليها بشكل دائم أستاذة وداد عشان تدعمون المسيرة وخاصة نقول المسيرة التنموية بما يخص المجال الثقافي؟ نعم احنا أهدافنا وتطلعاتنا إن نخدم الحركة الثقافية على مستوى الإمارة وعلى مستوى الدولة بتعزيز اللغة العربية وتعزيز الهوية الوطنية، بالإضافة إلى منظومة احتضان جيل واعي من الشباب ومثقف باتجاهات وتطلعات ثقافية معاصرة. ما شاء الله عليكم، يعني حابين منك اليوم أستاذة وداد كلمة توجهينها نقول لشباب الإمارات، بنات الإمارات بمناسبة يوم المرأة الإماراتية. يوم المرأة الإماراتية يوم فخر ووسام على صدر كل امرأة إماراتية في دولة الإمارات، وهذا اليوم يعطينا حافز لأن ثقة من القيادة الرشيدة بدور المرأة ومكانتها في دولة الإمارات العربية المتحدة، وهذا يحفزنا أن لا نرضى إلا بالمركز الأول في جميع المحافل الميادين. فهنيئا لجميع السيدات في دولة الإمارات المتحدة على هذا اليوم. فعلا هو يوم فخر واعتزاز، وجود نماذج مثلكم اكيد استاذه وداد هو دائما حافز وداعم اكيد اساسي للمراه الاماراتيه انها تستمر وتتقدم وتقدم المزيد من النجاحات وايضا الاسهامات والعطاء في كل المجالات والقطاعات. كل الشكر لك مديره مركز الفجيره الابداعي استاذه وداد الحمودي، نورتينا ويعطيك العافيه وكل عام وانت بخير. جزيل الشكر وتقدير للشغل، يعطيك العافيه استاذه، الله يحفظك. مشاهدينا أكيد الأم الإماراتية هي رمز للعمل والتفاني الذي ينبض بالحب كنبع يفيض عطاء وتضحية، استطاعت بالفعل تنشئة جيل واعي قادر على بناء الوطن من خلال التربية السليمة وأيضا القيم الصحيحة. خلينا نشوف معاكم هذا التقرير عن المرأة والأم الإماراتية ودورها في تربية الأجيال لنتابع.
معكم وياكم سندية الزيودي، أم لأبناء متميزين ولله الحمد، حاصلين على عدة جوائز منها جائزة التحبير للقرآن الكريم، جائزة حمدان براشد آل مكتوم للأداء التعليمي المتميز، جائزة الشارقة للتميز التربوي، جائزة خليفة التربوية فئة الأسرة الإماراتية المتميزة، وجائزة الشيخة لطيفة لإبداعات الطفولة، وغيرها العديد من الجوائز على مستوى الدولة. طبعاً هالإنجازات ما جت من فراغ، إلا إنها جت بعد جهد واجتهاد ومثابرة. أبنائي عندهم مهارات مختلفة، منها الرسم، الحساب الذهني، البرمجة، فكنا دائماً حريصين على تنمية هذه المهارات من خلال إشراكهم بالفعاليات والنوادي والمشاركات المجتمعية والتطوعية. بالإضافة إن نحن كنا حريصين على تنشئة عيالنا وتربيتهم على النهج الإسلامي والتحلي بالأخلاق الحسنة وإلحاقهم بمراكز تحفيظ القرآن. يوم المرأة الإماراتية هو مناسبة لتكريم المرأة وإبراز إنجازاتها، عشان هالشيء هاليوم فرصة لكل أم إنها تحتفي بإنجازات عيالها على مدى السنوات الماضية. دور الأم وايد مهم، صح إن راح نتعب ونبذل جهد كبير في تربية عيالنا، بس بعدين راح نرتاح لأن راح نشوفهم شيء كبير في المستقبل. نتشارك للغد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وياكم هيام فهد الحساني. مناسبة يوم المرأة الإماراتي حابة أقول لأمي الغالية أنت مصدر إلهامي وقوتي ودعمي، شكرا لكل شيء تسوينه لنا. أنا وايد فخورة بأمي لأنه هي السبب الأساسي تميزي أنا وأخواني. أنا شايف فهد خلفان ناصر الحساني. أمي أنت رمز القوة والسعادة، فشكرا على كل شيء. أنا فخور بأمي. مشاهدينا حقا شكرا لكل أم وزوجة وأخت. لعبة المرأة الإماراتية أكيد دور مهم وفعال في مجال التربية والتعليم في دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك من خلال توليها وظائف تعليمية وإدارية وتربوية هامة لبناء جيل واع ومثقف يسهم دائما في تطور وتقدم المجتمع. ضيفتنا لليوم إحدى تلك النماذج النسائية الرائدة، واللي أخذت على عاتقها مهمة تحسين وتطوير العملية التربوية والتعليمية في مختلف النواحي، فكانت الصوت الذي يسعى دائما لإحداث التغيير وإيصال الرسالة بكل حب. نرحب معاكم بسعادة الدكتورة شيخة عبيد الطنيجي عضو المجلس الوطني الاتحادي. صبحت الله بالخير دكتورة شيخة، ونورتينا وكل عام وانت بخير. وانت بالصحة والعافية وكل سنة وانت طيبة. وانت طيبة. أنا سعيدة اليوم أكيد أستاذة دكتورة شيخة عفوا بتواجدك معنا اليوم، ولو نتكلم عن دور المرأة الإماراتية بالفعل في تعزيز وتطوير المناهج التعليمية والتربوية داخل الدولة. المرأة الإماراتية دورها جدا واضح وبسمتها واضحة، تعتبر من المؤسسات التعليم في دولة الإمارات العربية المتحدة. يعني ما المرأة الإماراتية ساهمت في تطوير المناهج سواء كانت في الوزارة أو كانت من خلال وجودها في الجامعات الإماراتية، كانت مقيمة، كانت موجهة، كانت إدارية تبحث عن التميز. فالمرأة الإماراتية بصماتها واضحة، حتى هي نحن نقدر نسميها البوابة المحافظة على القيم المجتمعية والقيم الدينية.
فعلا. وذكرتي المناهج، لما تكلم دكتورة شيخة كيف أسهمتي بالفعل في وضع مناهج التربية والتعليم؟ نقول كونك أيضا درستي في جامعة الإمارات، يعني هي من الجامعات المعروفة في الدولة، خرجت العديد من الطالبات والطلاب، المدرسين، الأطباء، المهندسين وغيرها، نتكلم عن دورك في وضع هذه المناهج بما يخص مجال التربية والتعليم. في الحقيقة أنا أول ما التحقت بجامعة الإمارات وخاصة كلية التربية كنا في بداية تطوير مناهج الكلية، فكنت من ضمن الفرق اللي طورت مناهج كلية التربية، وأول من ساهم، كنا فريق ساهمنا في تطوير برنامج الماجستير والدكتوراه في كلية التربية، وحصلت على الاعتماد العالمي في هذا الوقت اللي هو 2003 جامعة الإمارات، بالإضافة إلى وجودي أيضا أو تواصلي مع وزارة التربية والتعليم، فأنا أيضا من ضمن الفرق اللي قيمت المناهج، بعض المناهج وزارة التربية والتعليم. ما شاء الله. وأيضا يعني ما شاء الله ليش دكتورة شيخة كونك عضو في المجلس الاتحادي عام 2019، نتكلم عن رسالتك ودوركم كتربويين وكمعلمين ومربيين أجيال. إحنا صراحة يعني أول ما في أول دور قدم لنا مشروع اللي هو قانون التعليم العام لوزارة التربية والتعليم، فاشتغلنا عليه، قيمناه، راجعناه، ولكن لحد الآن ما رأى ضوء الشمس، لأن اشتغلنا عليه بجد، لأن أساس أنه يصلح يشرف دولة الإمارات العربية المتحدة. القوانين، قانون الشهادات المزورة راجعنا، يعني إحنا من ضمن أدوارنا اللي هي مراجعة القوانين والتشريعات قبل رفعها لمجلس الوزراء، نطرح الموضوعات اللي تهم المواطن في مجال التعليم. طبعا أنا مو بس في لجنة التعليم، لجنة التعليم والثقافة والشباب والإعلام، فنناقش عدة موضوعات في هذه الأربع جوانب. بس من أهم المجالات اللي احنا ناقشنا موضوعات اللي هي موضوعات التعليم. ما شاء الله. كيف تشوفين دكتورة شيخة اليوم دور المرأة الإماراتية وتواجدها في المجلس الوطني؟ جدا معطاء، جدا تأخذ الأمور بمنتهى الجد، ودائما تحاول تعكس التصور ونظرة الأهل، الأسرة، المرأة، الطفل، معظم، مش أقولش معظم، كل أعضاء العضوات في المجلس الوطني الاتحادي من الكفاءات، من المؤهلات، من أصحاب الخبرة، يعني مجتهدات جدا في إخراج القوانين اللي يطلبها المجلس الوزراء. ولو نتكلم أيضا دكتورة شيخة، تغير أكيد دور المعلم والتربوي، يعني أصبح العاتقة مسؤولية كبيرة نظرا للتغيرات ونقول التكنولوجيا الحديثة في هذا العصر. كيف أصبح دور المعلم؟ كيف أصبح أكثر فعالية في التربية وفي التعليم سواء داخل المدارس أو حتى داخل الجامعات؟ خلينا نقول إن زاد عليه العبء. كان الأول دور تقليدي، الآن صار إنه لابد إنه يتكيف ويطور من مهاراته. الخصائص وصفات المواطن، خلينا نقول المواطن الإماراتي وخاصة المرأة، سريعة الامتصاص، سريعة التغيير دائما، وبعدين تتماشى وتتلائم مع التصور والرؤى الدولة، تلاقيها دائما هي من الأوائل اللي تحاول تقدم مبادرات، مشاريع تخدم الدولة، تطلع في وفود، تاخذ افضل، تتعلم افضل ممارسات في مجال التربيه وفي في كافه المجالات، فهي سريعه التغيير، سريعه عندها مرونه عاليه فعلا الحمد لله في التغيير. وحتى التربية. الدورات اللي موجوده دكتوره شيخه دائما تشجع المدرسات ونقول المعلمين والمعلمات انه يدخلون مثل هاي الدورات ويطورون من انفسهم مهاراتهم بشكل صحيح. كبير لا الدوله، يعني الدوله قدمت كافه الوسائل والمصادر لتساعد المعلم أنه يطور من أدواته فعلا ويتطور بشكل كبير. كونك درستي في جامعة الإمارات دكتورة شيخة، كيف تشوفين أصبح توجه الطالبات والطلاب اليوم من ناحية بنقول التخصصات الجامعية؟ كيف اختلف؟ كيف صار الحين هاليوم؟ يعني أحس مش نفس قبل. قبل تحسين أغلب الطالبات والطلاب يتوجهون لكليات التربية، الهندسة، الطب، الحين صار التوجه مختلف. التوجهات التقنية، التوجهات العالمية، الحين الكل متجه نحو التقنية، متجه إلى هندسة الفضاء، متجه إلى حتى القطاع الخاص، فبدوا يحاول الطلاب أنه يبدوا عن المجالات اللي ما لها فرص عمل خارج الجامعة. عندهم الحين مرونة، لأن خاصة مع الوقت صارت انطلاقة المرأة في القطاع الخاص، تعاملها مع الطرف الآخر الرجل جدا سهل، فما عندها ذاك الخوف السابق أنه أنا فقط بكون
بس المجال كله حريم. أيوة كله حريم، أو في المدرسة قريبة على بيتي الحين تلاقينها تطلع مثلا من إمارة الفجيرة إلى أبوظبي، من أبوظبي إلى خارج الدولة، حتى من الفجيرة إلى خارج الدولة. وين ما يكون فرصة تعليم، فرصة تعليمية مناسبة لها ولطموحها تنطلق. والأهل حتى نظرة الأهل اختلفت، الحين الأهل مساندين للمرأة، يعني تلاقيهم داعمين لها، داعمين لها، ما مثل السابق. في السابق لا، تصور معين ويضعوش في هذاك القالب، الحين انكسر هذاك القالب فعلا. وحتى وايد ما شاء الله دكتوره شيخه نشوف ان حريم حتى بعد ما تزوجوا وجابوا عيال قاعدين يكملون دراستهم. قبل صحيح. لا تقول لك انا خاف خليني اتخرج من الجامعه وحصل وظيفه وبعدها اتزوج، لكن الحين ما شاء الله تقدر الحرمه وهي معاها عيال تكمل البكالوريوس، تكمل الماجستير، وتكمل حتى الدكتوره. صحيح. شو اكثر التحديات اللي تواجه او واجهتك دكتوره شيخه في مجال التربيه والتعليم؟ في الحقيقه خليني اكون جدا صادقه، يعني اذا كانت عقبات فهي عقبات لوجستيه، لكن لم أواجه عقبات بمعنى عقبات أو تحديات. يعني يمكن كانت في البداية أنت لما أنت كنت تكمل وسافرت، لكن من بعد ذلك أنا لقيت الدعم، لقيت السند، ميزانية السفر سواء محليا أو خارجيا، التركيز على الإنتاجية. يعني أنت ما دامك تنتج خذ اللي تبغاه، ففي ثقة عالية، ثقة عالية في المرأة الإماراتية، في دعم، في تحفيز نفس ما ذكرتي دكتورة شيخة، يحفز البنات اليوم أن اختار التخصص اللي تبينه. أكيد هناك دعم سواء صحيح. من الأسرة، من الحكومة، من القيادة الرشيدة أنهم يستمرون ويدخلون في مثل هاي المجالات. صحيح. كلمة شكر لو حابة تقدميها اليوم تقدميها لمنو دكتورة شيخة؟ أقدم الشكر لأم الإمارات الشيخة فاطمة بنت مبارك، يعني صراحة هي الداعم الأول والسند الأول منذ قيام الاتحاد إلى الآن. يعني بالأمس أصدرت السياسة الوطنية لتمكين المرأة الإماراتية. صحيح. فهذا يعني شيء، يعني دائما هي سباقة، دائما تنظر للمرأة بثقة. حتى حين التصور الجديد بخطة تنفيذية وبمعايير عالمية، عندها ثقة فيما تقدمه المرأة الإماراتية، رؤية استباقية أيضا، والنظرة استباقية واستشرافية. وأعتقد المرأة بعد هذا التصور أو السياسة الوطنية لتمكينها، أعتقد ستبدع أكثر، ستبدع أكثر فعلا. أكيد يعني دكتورة الشيخة، ونماذج مثلكم هم دائما فخر لنا في هذا اليوم، نحتفل بيوم المرأة الإماراتية لوجودها واقتحامها العديد من المجالات والقطاعات بكل فخر وأيضا بكل ازدهار وبكل نجاح. كل الشكر. أنا أريد أشكر بعد المرأة الإماراتية، المرأة الطموحة المجتهدة اللي عندها شغف أنها تخدم مجتمعها. أكيد. والأم والزوجة وهي ابنة وأخت أكيد. والرجل لأن لولا الرجل لما استطعت أن تقدم. وما كملت أكيد. صحيح. هذه المسيرة المليئة بالنجاحات والازدهار وأيضا الإسهامات في تحقيق رؤية دولة الإمارات العربية المتحدة. أكيد شاكرين لك وجودك عضو المجلس الوطني الاتحادي دكتورة شيخة عبيد الطنيجي، نورتينا دكتورة، يعطيك العافية. الله يسعدك. وكل عام وأنت بخير. شكرا. يعطيك العافية. الله يحفظك. مشاهدينا، بالفعل نجحت المرأة وبالتحديد في إمارة الفجيرة أن تقدم نفسها في المجال الرياضي بأفضل صورة ممكنة، وحققت نجاحات وإنجازات ورفعت اسم دولتنا الغالية دولة الإمارات العربية المتحدة عاليا في عدد من البطولات والمحافل الدولية الكبيرة. نادي الفجيرة للفنون القتالية كان خير مثال لقصة نجاح المرأة الإماراتية في الرياضة. خلونا نتابع معاكم هذا التقرير ونتعرف على النجاحات الباهرة لبنات الفجيرة في المجال الرياضي. لنتابع. حابة أشكر الشيخة فاطمة بنت مبارك على دعمها لنا، حابة أشكر الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة على دعم الخاص لنا في نادي الفجيرة. حابة أشكر والدتي على دعمها لي أني أكمل في هاللعبة وأني أدخل في هاللعبة في هالمجال. نقلة نوعية هائلة تلك التي حدثت في مجال رياضة المرأة في الدولة، فبنت الإمارات أثبتت ولا تزال تثبت كل يوم
أنها كانت على قدر هذا التحدي الكبير في مجال الرياضة تحديدا، كيف لا وهي تترجم الدعم الكبير المقدم من قبل أم الإمارات سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، إلى إنجازات يضرب بها المثل وتسطر بأحرف من نور في سفر النجاح. اليوم يوم عظيم، يوم المرأة. المرأة الإماراتية أثبتت لنا بأنها قادرة على تحقيق الإنجازات التي كانت تذكر سابقا للرجال. أنا لاعبة تايكوندو، قدرت أحقق وايد إنجازات في مسيرتي تايكوندو خلال هالست سنوات. وايد فخورة بنفسي بإني قدرت أكون جزء من المرأة الإماراتية وإني أحقق لهم شيء. كل عام وبنت الإمارات منجزة ومبدعة ومتألقة. إذا أردنا الحديث عن نموذج يمثل قمة النجاح الرياضي الذي وصلت إليه بنت الإمارات في الرياضة، فإن نادي الفجيرة للفنون القتالية والذي نجح في صناعة ربيع رياضي غير مسبوق بحصوله على درع التفوق الرياضي لخمس سنوات متتالية كان للمرأة الإماراتية فيه دور كبير. شاركت في أول بطولة لي، بطولة خارجية في موريتانيا، وحققت ذهبية وثلاثة برونزية. فالحمد لله شاركت وحققت وايد ميداليات خارجية في بطولات خارجية، الحمد لله. هذا النجاح الاستثنائي لبنات الفجيرة في مجال الفنون القتالية لم يكن وليد صدفة أو جاء من فراغ، بل كان نتيجة حتمية للرؤية الهادفة والنظرة الثاقبة لسمو ولي عهد الفجيرة الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي حفظه الله رئيس مجلس إدارة النادي، والذي رسم الطريق ووفر كل الإمكانات من أجل أن يصبح النادي صاحب الإنجازات المؤثرة عالميا وعربيا ومحليا. وبالتالي فإن ما تحقق من نتائج من قبل العقد الفريد من بنات الفجيرة كان نتيجة منطقية لمعادلة النجاح المطلق التي وصل إليها نادي الفجيرة للفنون القتالية. كل عام المرأة الإماراتية بخير، وأنا أتمنى أستوي بطل من بطلات الإمارات. مشاهدين ضيفتنا لليوم يصفونها بعين النمر، تحمل بين راحتي يديها كاميرا تزن 5 كيلوغرامات وتنتقل في البراري المحفوفة بالمخاطر وترصد بالفعل اللحظة لتظفر عدستها باقتناء اللقطة النادرة. لقبت بأول مصورة حياة برية إماراتية وعربية، قررت التخلي عن عملها في المجال الهندسي لتكون كاميرتها هي رفيقة دربها وأيضا ريشتها اللي ترسم لها أجمل اللوحات كما تصفها. خلينا نرحب معاكم بأول إماراتية وعربية توثق الحياة البرية في العالم، أستاذة سعاد السويدي. صبحت الله بالخير، وكل عام وانت بخير أستاذة، نورتينا. وانت بخير وبصحة وسرور، شو أخبارك؟ الحمد لله تمام، الله يسلمك ونورتينا. أكيد أستاذة سعاد وفخورين بوجودك اليوم معانا، وبالفعل تواجدك كأول عربية وكأول إماراتية أيضا توثقين الحياة البرية، كيف تشوفين إسهامات المرأة الإماراتية اليوم؟ أول أبغي أقول كل عام وأم الإمارات بخير في هذا اليوم الجميل المميز، وكل عام الكل إماراتية وكل امرأة موجودة في الإمارات. إسهامات المرأة ما شاء الله، يعني هي مثل النجم الساطع، تبرز كل وحدة تبرز ما شاء الله في مجالها، فالعمل هو أكبر دليل على نجاح المرأة. نحن فخورين بهم الحمد لله. أكيد وإحنا فخورين بوجودكم اليوم معنا. لو نتكلم أستاذة سعاد، يعني ما شاء الله ذكرتي أن أنت درستي من أصعب التخصصات وفي أصعب الجامعات، درستي دراسة الهندسة لكن توجهتي إلى هذا المجال والتصوير وتوثيق الحياة البرية، ليش؟ سبحان الله، أنا أؤمن أن كل شيء أقدار وأرزاق مكتوبة. يعني أنا لو ما كنت في الغربة وحسيت بالوحدة كان ما بفكر أني أنا أشيل الكاميرا. أنت اكتشفتي الهواية هنا. اكتشفت الهواية في وحدتي، يعني في عز الغربة يعني. فالكاميرا اتخذتها، يعني قررت أنها تكون صديقتي، عشان شيء أنا قررت أني أخذ كاميرا وترافقني الأماكن وهذا. والله شاء لي في هذاك الوقت أن بداية التصوير واكتشافي هذا العالم الجديد أنه يكون في عالم البرية.
ما شاء الله، شو المخاطر اللي ممكن تواجهها بالفعل المرأة اللي تدخل في مثل هاي المجالات استاذة سعاد؟ يعني ناس لما تفكر تقول لك حياة برية، يمكن تبدأ تصور أو تبحث أنها تصور حيوانات أليفة وحيوانات أيضا المفترسة، شو الأكثر المخاطر اللي ممكن تواجهها المرأة؟ أنا عارف أن قبل كنت أتحرى أن الحياة سهلة، بس عقب كل ما تعمقت فيها عرفت أن ما في شيء في الدنيا سهل، وسبحان الله يعني الحياة البرية بالذات تبغي لها وايد تجهيزات. يعني ما يعني وزن الكاميرا الوحده ممكن تكون من 5 كيلو، تمام، بس انا شلت 3 كاميرات اللي هو يصير عدد ما يقارب تقريبا 20 كيلو الشنطه نفسها بس. ويوم تسيرين اماكن يعني صعبه، وتبدين بتطعيمات وادويه يعني اساس يعني تاكدين ان انت بخير، وكل الاحتياطات اللي نحن ناخذها فالحياه تظل حياه وتتم الصعوبات يعني موجوده. مثلا نيبال يعني فجأة فيضان، وهو اللي يعني كان جدا صعب يعني بالنسبة لنا، فما كنا حاسبين يعني يعني كل شيء ممكن الإنسان فعلا. خلينا نشوف معاكم مع المشاهدين أستاذة سعاد يعني فيديو لتوثيقك الحياة البرية. يعني ما شاء الله عليك استاذه سعاد، لقطات جميله بعدسه المراه الاماراتيه في توثيق الحياه البريه. كنت ماشيه وتتريقين يعني ما شاء الله، شو هالجراه؟ كيف قدرتي تقاومين يقول المخاوف اللي دائما تحسين البنات خاصه او المراه انها تخاف من وجودها مع هذه الحيوانات؟ شوفي سبحان الله، في انا اؤمن بالحديث اللي يقول يعني كل اعملوا فكل ميسر لما خلق له. فشو معناته؟ ان رب العالمين اصلا بيجهز جسمك وتفكيرك وهذا انك تقدرين تبثقين شيء معين. ففي وضعي انا يوم يقولون لي مثلا الأليف أنا ممكن أخاف منه، بس في وضع الله حط في قلبي المفترس المميت، فيوم أشوفه أنا أكون في قمة الهدوء يعني. فرب العالمين شاء لي وشاء لجسمي أنه يتقبل هذا، فضل من الله ومنه يعني، شيء ما أقدر أتحكم فيه ما شاء الله. يعني أستاذة سعاد، شو أكثر نقول اللحظات اللي مرت عليك ونقول شوية كان فيها صعوبة أو خوف وأنت يعني حابة بالفعل تاخذين هاي اللقطة وتبينها تطلع بشكل جميل؟ هو نحن اللقطات تاخذ منا وقت طويل، ولازم يعني مثلا أنا زيارتي الأخيرة للهند كنت أحاول أرصد واحد من أشرس الحيوانات اللي موجود على وجه الأرض اللي هو النمر النيبالي. صرت 3 محميات مختلفات، وصرت 3 محميات مختلفات ودولتين، والرحلة الأخيرة شاء لي يعني أني فعلا أني أشوفه، وكان فعلا في الواقع شيء عظيم، شيء كبير يعني، شيء الانسان لا انت كنت محطيه هالشيء بالك او كان هدف معين؟ كان الهدف موجود هي، واللي يخليني اسير دائما هي القصص اللي انا اشوفها في الاطفال. ما شاء الله. قبل ما تروحين اي مكان استاذه سعاد او تختارين مكان حق التصوير او توثيق هاي الحياه البريه بنقول في هاي المنطقه او في هذه الدوله، شو الاشياء اللي تحبي تجمعينها عن هذا المكان او المعلومات اللي تحبي تكون عندك قبل ما انت تروحين تلتقطين الصور؟ احب اني اسير تعرفين بطريقه عفويه، يمكن ما يكون عندي المعلومات كامله، بس أحب أن يكون عندي شوية من المعلومات على أساس أنه ما أبي أكون بأسايرة بعلم ثاني، أبا أشوفه قدام عيوني وأتأكد منه، وعلى هالأساس أني يعني أنطلق. جميل. كيف تشوفين المرأة الإماراتية وتواجدها في مثل هاي المجالات المحفوفة بالمخاطر اللي فيها وايد تحديات وتحتاج إلى جرأة؟ شوفي إذا الإنسان عرف هو شو يحب وعنده الشغف الحقيقي وعرف هو شو رؤيته، يعني أنا أسير أصور، أنا عندي هدف، عندي شغف، عندي حب لهذا الشيء، الله كون في نفسي من داخل أعرف أن هذا الشيء الصح والطريق الصح اللي أنا أسلكه. فإذا أنت تعرفين، أنا ما أقول حق الناس أسلكوا الدروب اللي فيها مخاطر، بس أقول حق الناس اتبعوا أحلامكم.
فعلا كل واحد عنده حلم، عنده طموح. دائما استاذه سعاد الشغف بالضبط وايضا اللي يقودنا. كيف تشوفين الدعم والتحفيز من القياده ومن الحكومه الرشيده لتواجد المراه الاماراتيه في مثل هذه المجالات الاستثنائيه؟ انا احب اشكر الشيخه فاطمه ان هي دعمتها دعم غير محدود، وهي امنت في بناتها، وانا اقول لها بناتك تراهي رفعوا راسنا كلنا. والشيوخنا ما قصروا، دائما هم يحفزون المراه، وهم فعلا حطوها في قيادات وكانت كفو، يعني كفو في هالمجالات. شيوخنا هم اللي حطوا لنا ينحات، اللي خلونا نحن ننطلق بدون قيود وبدون حدود. فعلا، وكونك اول مصوره لتوثيق الحياه البريه في دوله الامارات وفي العالم، شو تشعرين استاذه سعاد لما تسمعين بالفعل هذا اللقب؟ اللقب صراحه انا ما كنت متوقعت انه بس دائما اؤمن ان الفعل عمل الانسان اقوى من كلامه، وكنت حاطه رسمه في بالي انه يمكن بمسابقه، يمكن بمعرض انا بقدر اتفرد يعني بصوري بتصويري وبيطلع صح. بيسوي له صدى، ما كنت اتوقع انه بيكون اسم، وانا كنت متاكده يعني ان اسوي شغلي الاتموج في كل مجالاتي يعني، وكنت حاطه في بالي ان شغلي يوم بيسوي له صدى بيسوي صدى مسموع ما على مستوى البلاد. انا دائما يعني العالم الطموح مالي يكون عالمي، فاذا كان سوى له صدى عالمي بيوصل لشيوخنا، ويوم بيوصل لشيوخنا بتكون عباره هديه مني لهم على كل شيء اللي سووه لنا نحن كمواطنين للدوله. فعلا ما شاء الله عليك يعني استاذه سعاد، فخورين فيك اكيد، فخورين بمثل هذه الانجازات اللي دائما المراه الاماراتيه تسعى تكون الاولى في كل المجالات وفي كل القطاعات. كل الشكر لك، اول مصوره للحياه البريه في دوله الامارات وفي العالم استاذه سعاد السويدي، نورتينا وكل عام وانت بخير. وانت بخير، شكرا لكم وشكرا للبرنامج وكل القائمين. يعطيك العافيه استاذه سعاد. أكيد مشاهدينا كل عام وكل مرأة وأم وبنت وأخت إماراتية بألف خير، وأكيد الدعم الدائم والتحفيز الأول دائما لقيادتنا وحكومتنا الرشيدة، وأيضا شيوخنا الله يحفظهم وأم الإمارات الشيخة فاطمة بنت مبارك، هي دائما تدعم المرأة الإماراتية لتلهمها في كل المجالات وفي كل القطاعات. هنيئا لنا بقيادتنا الرشيدة، هنيئا لنا بدولة الإمارات. مشاهدينا وصلنا نهاية تغطيتنا المميزة اليوم باحتفالية يوم المرأة الإماراتية 28 من أغسطس. أكيد دامت المرأة الإماراتية بصحة وبسلام وبخير وعافية. مشاهدينا اترينا باكر في حلقة أكيد مختلفة، مواضيع مختلفة وأخبار جديدة ومتميزة في برنامجكم الصباحي. صباح الخير يا وطن، في أمان الله.